بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا على البيزكس بتاعت المايكروويف نتورك ثيري، اتكلمنا على العلاقات ما بين الماتريسيز اللي احنا نوصف فيها المايكروويف نتورك. عرفنا ان المايكروويف نتورك ممكن اوصفها باكتر من ديسكريبشن، ممكن اوصفها بحاجة اسمها الامبيدنس ماتريكس او الامبيدنس بارامترز، ممكن اوصفها بحاجة اسمها الادميتنس ماتريكس، ممكن اوصفها بحاجة اسمها السكاترنج ماتريكس. الديسكريبشنز دي للمايكروويف نتورك زي ما شفنا في المرات اللي فاتت تتوقف على حسب انت بتعتبر مين الاكسايتيشن ومين الريسبونس. يعني لو اعتبرنا التوتال فولتج عند كل البورتس هو الاكسايتيشن والتوتال كارنت هو الريسبونس، هنحصل على الديسكريبشن بتاع الادميتنس بارامترز او الادميتنس ماتريكس. لو اعتبرنا عند كل البورتس التوتال كارنت هو الاكسايتيشن واعتبرنا التوتال فولتج هو الريسبونس، فهنحصل على الديسكريبشن بتاع الامبيدنس ماتريكس او الامبيدنس بارامترز. لو اعتبرنا الانسيدنت فولتج عند كل البورتس هو الاكسايتيشن واعتبرنا الريفليكتد فولتج هو الريسبونس، هنحصل على الديسكريبشن بتاع السكاترنج بارامترز او السكاترنج ماتريكس. في الفيديوهات اللي فاتت كنا بدأنا في الموضوع ده بتاع الديسكريبشن بتاع المايكروويف نتورك ثيري، ازاي اوصف مايكروويف نتورك باستخدام اي ماتريكس من دول، وتعرفنا على الخصائص الاساسيه بتاعت الماتريسيز دي. يعني عرفنا ايه الخصائص الاصليه بتاعت كل ماتريكس، ايه الخصائص الاساسيه بتاعت كل ماتريكس منهم، سواء الزيت ماتريكس الامبيدنس ماتريكس او الادميتنس ماتريكس اللي هي الواي ماتريكس او السكاترنج ماتريكس اللي هي الاس ماتريكس. عرفنا خصائصهم في الحالات المختلفه للمايكروويف نتورك، لما تكون النتورك لوسلس، لما تكون النتورك ريسيبروكال، لما تكون النتورك سيمتريك. عرفنا معنى كل مصطلح من دول، يعني ايه لوسلس نتورك، يعني ايه ريسيبروكال نتورك، يعني ايه سيمتريك نتورك. وعرفنا ان في كل حاجه من دول او في كل خاصيه من دول بتبقى الماتريكس اللي بتوصف النتورك بيبقى ليها خصائص رياضيه معينه، واثبتنا كمان بعض الخصائص الرياضيه دي. من ضمن الامور كمان اللي اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي فاتت او التسجيلات اللي فاتت العلاقات بين الماتريسيز. يعني اتفقنا ان عشان توصف مايكروويف نتورك انت كل اللي محتاجه انك انت تحسب ماتريكس من دول، يا اما الزد يا اما الاس يا اما الواي ماتريكس، محتاج ماتريكس من دول عشان توصف المايكروويف نتورك. طيب هل لازم احسب الثلاثه ماتريسيز ولا كفايه احسب ماتريكس واحده؟ لا، كفايه انك تحسب ماتريكس واحده لان باقي الماتريسيز بتيجي من اي ماتريكس منهم. فعرفنا ان الواي والزد علاقتهم ببعض ان هم انفرس لبعضهم، لو معاك الماتريكس بتاعت الواي تقدر تجيب الماتريكس بتاعت الزد بعمليه انفرس عاديه جدا. تقدر تجيب الماتريكس بتاعت الاس برضه اللي هي السكاترنج ماتريكس من الواي او الزد بعلاقات اثبتناها المره اللي فاتت او اثبتنا جزء منها. ممكن تجيب برضه الواي والزد من السكاترنج ماتريكس برضه بعلاقات قدرنا نثبتها المره اللي فاتت. وختمنا كلامنا على الجزء ده بمثال ذكرناه ازاي نوظف فيه العلاقات دي بتاعت الماتريسيز، ازاي نستخدمها، ازاي نثبتها كمان بالذات، ازاي نثبتها. وده كان اخر حاجه ختمنا بيها المره اللي فاتت. النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه بالظبط، هنتكلم في خمس نقط. النقطه الاولانيه اللي هنتكلم فيها هناخد مثال تاني، هناخد مثال تاني على حساب المايكرويف نتورك بارامترز، على حساب البارامترز بتاعت المايكرويف نتورك. احنا في التسجيلات اللي فاتت من ضمن الامور اللي حكينا عليها اخذنا ابسط شكل من اشكال المايكرويف نتورك وعرفنا ازاي نحسب له البارامترز بتاعته اللي هي السكاترنج بارامترز. ابسط شكل اللي هو كان عباره عن ايه؟ عباره عن تو بورت نتورك وريسيبروكال وفي نفس الوقت سيمتريك. فعرفنا لو عندي ريسيبروكال سيمتريك تو بورت نتورك ازاي اقدر احسب المايكرويف سكاترنج بارامترز بتاعته. كنا بنيجي نحسب السكاترنج بارامترز بتاعتها بنقول طالما النتورك ريسيبروكال وفي نفس الوقت سيمتريك يبقى عدد الفاريبلز بتاع المايكرو بتاع السكاترنج بارامترز هيقل من 4 فاريبلز في المصفوفه بتاعتي اللي هي 2 في 2 ل 2 فاريبلز بس، لان هيبقى اس 1 1 بيساوي اس 2 2 واس 1 2 بيساوي اس 2 1. وقلنا الاس 1 1 والاس 1 2 اللي هم الاثنين فاريبلز او الاثنين انونز اللي عندي اقدر احسبهم بسهوله باستخدام حاجه اسمها الايفن مود اوف اكسايتيشن والاود مود اوف اكسايتيشن. عرفنا طريقه الايفن مود اوف اكسايتيشن والاود مود اوف اكسايتيشن اللي هي الطريقه اللي بتستفيد من السيمتري بتاعت النتورك، انك بتيجي في البرين اوف سيمتري وتعمل اوبن سيركت او تيجي في البرين اوف سيمتري وتعمل شورت سيركت عشان تحصل على ايفن اكسايتيشن او اود اكسايتيشن وتحسب السكاترنج بارامتر في كل حاله احنا بنسميه اس ايفن واس اود اللي احنا نقدر نحسب منه قيمة الاس 1 1 وقيمة الاس 1 2. فده كان مثال اللي هو الثيري او الطريقة بتاعت حساب السكاترنج بارامترز لابسط شكل من اشكال المايكروويف نتورك. النهارده ان شاء الله رقم واحد اول حاجة نتكلم عنها نتكلم على مثال عملي، يعني نتكلم على مثال بالارقام ازاي نحسب السكاترنج ماتريكس بتاعت نتورك بالشكل ده، مثال بالارقام يعني. والمثال ده هناخده عشان خاطر هو بيبقى مسألة من المسائل اللي بتيجي في الامتحان. وبالطريقه دي هنبقى ختمنا الجزء ده اللي هو اللي بيتكلم على الزيت ماتريكس والاس ماتريكس والواي ماتريكس البيزكس بتاعتها وازاي تحسبها. هناخد بعد كده في النقطه رقم 2 ديسكريبشن جديد للمايكرويف نتورك، ماتريكس جديده ديسكريبشن جديد اسمه الترانسميشن بارامترز او
او الترانسميشن ماتريكس، طريقه جديده نقدر نوصف بيها المايكروويف نتورك. ومش اي مايكروويف نتورك، ده كمان هيبقى للتو بورت نتورك بالذات. هنعرف يعني ايه كلمه ترانسميشن بارامترز، وايه اللي بيخلينا نعوز ترانسميشن بارامترز ونستعملها في وصف المايكروويف نتورك. ده في النقطه رقم 2. في النقطه رقم 3 هنتكلم على الترانسميشن بارامترز بتاع بعض الامثله. هناخد امثله بسيطه على بعض النتوركس نجيب لها ترانسميشن بارامترز. وفي رقم 4 و5 هنتكلم على موضوع معين، موضوع ثاني اسمه الامبيدنس والادميتنس انفرترز، وهنتكلم عنه هنا لان هو مرتبط بالترانسميشن بارامترز اللي احنا هناخدها النهارده. تمام، فدي بشكل مختصر الحاجات اللي هنتكلم عليها في التسجيل بتاع النهارده. طيب هنبدا نتكلم في الاول على النقطه رقم 1 اللي فيها المثال على حساب السكاترنج ماتريكس بتاع التو بورت نتورك. المثال ده عباره عن مساله، والمساله دي بتيجي في الامتحان. المساله دي بتقول زي ما احنا شايفين قدامنا، بيقول لك عندنا سيمتريك باي نتورك، والسيمتريك باي نتورك هاز ذا فولوينج بارامترز، مدي لك معلومات عن الواي بارامترز او الادميتنس بارامترز بتاع السيمتريك باي نتورك. بيقول لك واي 1 1 ناقص واي 1 2 بتساوي 1 على 3 زي ما احنا شايفين قدامنا، وواي 2 1 بتساوي 1 على 6. ده اللي معطى في المساله. فايند ذا سكاترنج ماتريكس كوفيشنتس اوف ذات نتورك، وده سؤال من الاسئله اللي بتيجي في الامتحان. هو هنا في السؤال بيتكلم على سيمتريك باي نتورك. ايه معنى كلمه سيمتريك باي نتورك؟ يعني نتورك والنتورك دي فيها شويه كومبوننت، شويه مكونات، والمكونات دي متوصله على شكل باي كونكشن. طب ايه الشكل بتاع الباي كونكشن؟ الشكل بتاع الباي كونكشن بياخد حرف الباي المعروف، يعني بيبقى فيه عباره عن ثلاثه كومبوننت، ثلاث مكونات، ادي كومبوننت وادي كومبوننت ثاني وادي كومبوننت ثالث، ثلاثه كومبوننت، والثلاثه كومبوننت متوصلين زي ما احنا شايفين كده، واخدين شكل باي كونكشن، واخدين الشكل بتاع الباي المعروف. طيب هل الشكل الكونفيجريشن ده عباره عن نتورك فيها كام بورت؟ زي ما احنا شايفين قدامنا ده عباره عن 2 بورت نتورك، وهو مدي لك معلومات عن 3 بارامتر منها. بيقول لك في معادله تربط بارامترات واي 1 1 واي 1 2، واي 1 1 ناقص واي 1 2 بتلت زي ما احنا شايفين، واي 2 1 بتساوي 1 على 6. بيقول لك احسب لي السكاترنج ماتريكس كوفيشنتس بتاعت النتورك دي. واول حاجه زي ما احنا شايفين البورت اللي عندي دي احنا ممكن نسميها بورت 1. هنيجي هنا ونحط التوتال فولتج هنسميه في 1، ونحط التوتال كرنت الانبوت كرنت هنسميه اي 1. البورت الثانيه دي هسميها بورت 2، هعمل ديفينيشن عندها للتوتال فولتج اللي انا بسميه في 2، واعمل ديفينيشن عندها للكرنت اللي انا هسميه اي 2. عايزين نحسب البارامترز بتاعتها اللي هي السكاترنج بارامترز. طيب المساله دي ممكن احلها بطريقتين مختلفتين. المساله اللي قدامنا دي ممكن تتحل بطريقتين مختلفتين. ايه الطريقتين اللي ممكن نحل بيهم المساله اللي قدامنا دي؟ اول حاجه ممكن نستخدم العلاقات اللي احنا اثبتناها ما بين السكاترنج ماتريكس والادميتنس ماتريكس اللي اخذناها في المره الماضيه. يعني المره الماضيه احنا عرفنا ازاي نقدر نحسب السكاترنج ماتريكس من الادميتنس ماتريكس، ازاي ممكن نثبت، وده اثبتناه من المره الماضيه، وده اللي المفروض تعمله لو انت بتحل السؤال ده في الامتحان. لازم تيجي بايدك وتثبت ان السكاترنج ماتريكس قيمتها بتساوي اليو ناقص الواي مضروبه في اليو زائد الواي انفيرس. دي حاجه احنا اثبتناها المره اللي فاتت. طبعا المصفوفه يو زي ما شفنا في المره اللي فاتت، المصفوفه يو دي عباره عن الايدنتيتي ماتريكس اللي هي مصفوفه الوحده، واللي هي هنا عشان خاطر بنتكلم على تو بورت نتورك فتبقى عباره عن مصفوفه الوحده في 2 دايمنشن. مصفوفه الوحده في 2 دايمنشن ان هي اليو اللي شكلها كده اللي عباره عن 1 0 0 1، دي المصفوفه يو. فدي هستعمل هنا في الكمبيوتيشن، هطرح اليو ناقص الواي، بعد كده اجمع اليو زائد الواي واجيب الانفرس بتاعها، بعد كده احسب اضربهم في بعض واجيب السكاترنج ماتريكس بتساوي كام. فدي الطريقه الاولانيه، واذا كنت هتستعملها هتبقى محتاج انك انت تحسب حسابات زي الحسابات الموجوده في المعادله قدامنا دي. طيب بس هو اساسا في المساله مش مديني كل الواي بارامترز عشان خاطر اشتغل بيها، يعني هو بس مديني واي 1 1 ناقص واي 1 2، مديني واي 2 1 بتساوي كام. فانا هبقى محتاج في البدايه ان انا اكمل الادميتنس ماتريكس، يعني اكمل باقي البارامترز بتاعت الواي عشان اعرف احسب السكاترنج بارامترز بالمعادله اللي قدامي اللي هي المعادله دي. واتفقنا انك انت لو هتحل بيها في الامتحان يبقى لازم تثبتها في السؤال قبل ما تحل بيها. فانا في جميع الاحوال لازم احسب الواي بارامترز كلها. طب اجيب الواي بارامترز كلها ازاي؟ هستخدم باقي المعطيات اللي في السؤال. فين باقي المعطيات اللي في السؤال؟ بيقول لي ان النتورك في السؤال سيمتريك. طالما النتورك سيمتريك يبقى نستفيد من الحكايه دي ان من السيمتري، من السيمتري النتورك بتاعتي سيمتريك. واتفقنا من المره اللي فاتت ان احنا نفرق بين كلمه سيمتريك نتورك وسيمتريك ماتريكس. نتورك سيمتريك يبقى اس 1 1 بتساوي اس 2 2،
يبقى لو حسبت اس واحد واحد تقدر تقول هي عبارة عن اس اتنين اتنين على طول. تاني حاجة ودي مش مفروضة هنا في السؤال بس احنا نضطر نفرضها عشان نعرف نكمل السؤال، ان احنا نفرض ان النتورك بتاعتنا ريسيبروكال، فنقول اسيوم، فنقول اسيوم ريسيبروكال نتورك، فنضطر نفرض ان النتورك بتاعتنا ريسيبروكال، يبقى ساعتها نقدر نقول ان اس واحد اتنين بتساوي اس اتنين واحد. هل احنا احرار في حكاية الفرض دي؟ مش قصة احرار بس انت بيبقى عندك في الامتحان بيدي لك دايما كتعليمات الامتحان بيقول لك اي معلومة ناقصة تحس ان المسألة محتاجاها ممكن تفرضها، فدي معلومة لازم نفرضها في السؤال ان اس واحد اتنين بتساوي اس اتنين واحد. لو انا طبقت المعلومة دي في المعطيات اللي عندي اقدر احسب واكمل القيم بتاعة الادميتنس بارامترز. فين؟ هنستخدم المعادلتين اللي عندي واكمل قيم الادميتنس بارامترز، فهقول ان الواي واحد اتنين هتساوي الواي اتنين واحد اللي مدهاني في السؤال اللي هي قيمتها بتساوي واحد على ستة، وبالتالي اقدر اعوض في المعادلة اللي بعد كده اللي بتقول واي واحد واحد ناقص واي واحد اتنين بتساوي تلت، هعوض فيها واقدر اقول ان واي واحد واحد ناقص الواي واحد اتنين اللي هي واحد على ستة بتساوي التلت، ومنها نقدر نستنتج على طول ان الواي واحد واحد قيمتها بتساوي التلت زائد سدس يعني بتساوي نص. يبقى كده انا حسبت قيمة الواي واحد اتنين وحسبت قيمة الواي واحد واحد، يبقى ممكن تكتب ان الادميتنس ماتريكس في الاخر شكلها كده واي واحد واحد زي ما احنا متعودين، واي واحد اتنين واي واحد اتنين واي واحد واحد. ليه اخدت الشكل ده؟ بسبب السيمتري وبسبب الريسيبروسيتي. السيمتري يعني اس يعني واي واحد واحد بتساوي واي واحد اتنين، والريسيبروسيتي يعني النتورك نفسها الماتريكس نفسها سيمتريك، يبقى واي واحد اتنين بتساوي واي اتنين واحد. يبقى اقدر اكتب الادميتنس ماتريكس بالشكل ده، الواي واحد واحد اللي هي نص، والواي واحد اتنين اللي هي سدس، الواي واحد اتنين اللي هي سدس، والواي واحد واحد اللي هي نص. دي اللي هي الادميتنس ماتريكس. طيب عايزين نفهم حاجه مهمه خالص، وطبعا انا كده حسبت قيمه الادميتنس ماتريكس، اقدر اعوض تعويض مباشر في المعادله بتاعه حساب الاس اللي هي المعادله اللي كتبناها في السلايد اللي فاتت، معادله حساب الاس اللي هي المعادله اللي في البرواز الابيض اللي احنا قلنا لازم تثبتها في الامتحان لو انت عايز تحل بيها. نقدر نعوض في المعادله دي مباشره ونحسب قيمه الواي بتساوي كام. فلو هنعوض في المعادله دي نقدر نجيب المصفوفه بتاعه يو ناقص واي، يو ناقص واي هتبقى عباره عن ايه؟ هنحط اليو اللي هي 1 0 0 1، نطرح منها المصفوفه بتاعه الواي اللي هي عباره عن نص سدس سدس نص. طبعا لما نطرحهم يطلع الكلام ده بيساوي، بنطرح اليمنت اليمنت يعني نطرح كل عنصر والعنصر اللي قصاده نطرحهم من بعض، 1 ناقص نص اللي هي بتطلع بنص، 0 ناقص السدس اللي هي سالب 1 على 6، 0 ناقص السدس اللي هي سالب 1 على 6، وال1 ناقص نص اللي هي بنص. بنفس الطريقة نقدر نجيب اليو زائد الواي هتبقى عبارة عن المصفوفة بتاعة اليو اللي هي 1 0 0 1 مجموع عليها المصفوفة بتاعة الواي اللي هي عبارة عن نص وسدس وسدس ونص، يطلع الكلام ده قيمته بتساوي الواحد والنص اللي هما 3 على 2 والصفر والسدس اللي هو السدس والواحد والنص اللي هو 3 على 2. طبعا انا مش هستخدم اليو زائد واي، انا هستخدم اليو زائد الواي انفيرس. طب اليو زائد الواي انفيرس دي تتحسب ازاي؟ طبعا احنا عندنا فكره قبل كده عن حساب الانفيرس. لما تيجي تحسب الانفيرس بتقول الديفينيشن بتاع الماتريكس انفيرس، لو عندك ماتريكس مثلا اسمها ايه مثلا عايز تجيب الايه انفيرس، ده الديفينيشن بتاعه ان هو بيساوي واحد على المحدد بتاع الماتريكس ايه مضروب في حاجه بنسميها الادجوينت ماتريكس بتاعت الايه، حاجه بنسميها الادجوينت ماتريكس اوف ايه. الادجوينت ماتريكس اوف ايه اللي هي عباره عن الترانسبوز بتاع مصفوفه الكوفاكتورز. الترانسبوز بتاع مصفوفه الكوفاكتورز، مصفوفه الكوفاكتورز دي اللي احنا عشان نكونها بنعمل كالتالي، بنيجي مكان كل اليمنت من الاليمنتس بتاعت الايه ونحط المحدد اللي قصاده. المحدد اللي قصاده يعني نلغي الصف والعمود، نلغي كده الصف اللي فيه الاليمنت ونلغي العمود اللي فيه الاليمنت وناخد المحدد اللي قصاده ونحطه بقاعده الاشاره كاننا بنفك المصفوفه كانها محدد. دي اسمها مصفوفه الكوفاكتورز، وبعد ما نجيبها نعمل لها ترانسبوز يعني ندورها وبعدين نقسم على المحدد. كده نبقى حسبنا الانفيرس. وانا لخص بشكل سريع طريقه حساب الانفيرس، هي هنا مش صعبه، هنا مش صعبه في المصفوفه بتاعت الاثنين في اثنين، بس برضه بتاخد منك شويه وقت في الحسابات. عشان اوضح لك ان حسابات السكاترنج بارامترز بالشكل ده ممكن تاخد منك شويه وقت، لكن في النهايه هتوصلك ان شاء الله للناتج السليم لو انت عملتها بدقه من غير ما تغلط. وكان لازم اوضح الحسابات لان الاله الحاسبه اللي احنا بنستعملها في الامتحان ما فيهاش حساب الماتريكس انفيرس على حد علمي، فاكيد انت لما تيجي تحسب الانفيرس في الامتحان لو قررت تحل بالطريقه دي فانت هتحسب الانفيرس بايدك. طيب هل في طريقه ثانيه للحل؟ احنا قلنا في اول السؤال ان في طريقه ثانيه في الحل. طريقه ثانيه في الحل هنرجع لراس السؤال والمطلوب فيه، كان المطلوب في راس السؤال انك تحسب السكاترنج بارامترز
او السكاترنج ماتريكس كوفيشنتس بتاعه النتورك. والسكاترنج ماتريكس بتاعه التو بورت نتورك احنا خدنا عليها طريقه في التسجيلات اللي فاتت, اللي هي الطريقه بتاعه الايفن مود اوف اكسايتيشن والاود مود اوف اكسايتيشن, الطريقه بتاعه اس ايفن واس اود. هل ممكن تتحل المساله دي بالطريقه بتاعه الاس ايفن والاس اود؟ اه ممكن تتحل بالطريقه بتاعه الاس ايفن والاس اود. المساله اللي قدامني زي ما انت شايف هي في الاخر مجرد نتورك فيها شويه كومبوننت, والنتورك دي عباره عن تو بورت نتورك, وهو مديني في السؤال ان هي سيمتريك وانا فرضت ان هي ريسيبروكال, يبقى دي عباره عن تو بورت سيمتريك ريسيبروكال نتورك, فممكن اطبق عليها الطريقه بتاعه الايفن والاود مود اوف اكسايتيشن اللي احنا اخذناها في المره اللي فاتت. طب عشان نطبق الطريقه دي محتاج ان النتورك تكون معلومه كويس. يعني ايه معلومه كويس؟ يعني لازم اعرف قيم الكومبوننتس, يعني لازم ابقى عارف الكومبوننت ده عباره عن ايه. هل هو مقاومه يعني resistive part ولا inductive part ولا capacitive part؟ لازم اعرف ده هو كمان عبارة عن ايه, resistance ولا capacitance ولا inductance, يعني losses يعني lossy element resistive element ولا reactive element. لازم اعرف برضو الelement ده عبارة عن ايه وقيمهم بتساوي كام. اقدر اجيبهم من فين او اعرف قيم الelements دول من فين؟ هجيبهم من قيم admittance parameters. اقدر اعرف قيم الاليمنتس دول من القيم بتاعه الادميتنس بارامتر. طب تعرف قيمه زي ما الادميتنس بارامتر هو من الديفينيشن بتاع الادميتنس بارامترز, المفروض ان الواي 1 1, المفروض ان الواي 1 1 عباره عن الانبوت ادميتنس وانتباصص من بورت 1, والمفروض ان الواي 2 2 اللي هو هنا في الماتريكس بتاعتي بيساوي الواي 1 1 عباره برضو عن الانبوت ادميتنس وانتباصص من بورت 2. يبقى في الكونفيجريشن اللي قدامي المفروض وانا باصص من بورت 1 هشوف ادميتنس هي نفس الادميتنس اللي انا هشوفها وانا باصص من بورت 2. دي اول حاجه. ثاني حاجه الديفينيشن بتاع الواي 1 2 عباره عن الانبوت ادميتنس وانت باصص من بورت 1 بس وانت حاطط شورت سيركت على بورت 1 نفسها. ده من الديفينيشن بتاع الادميتنس بارامترز. المعلومات دي ممكن نستخدمها عشان نقدر نعرف كل كومبوننت من دول قيمته بتساوي كام, وده اللي هنعمله في طريقه الحل الثانيه, ونقدر نستخدم بعد كده الطريقه بتاعت الايفن مود والاود مود اوف اكسايتيشن. يبقى ده السوليوشن الثاني, والسوليوشن الثاني ده افضل في الامتحان ودكتور جمال بيفضله. نقدر نقول النتورك بتاعتنا قيم الكومبوننت بتاعتها كالتالي. النتورك بتاعتنا نقدر نقول ان قيم الكومبوننت بتاعتها كالتالي. هنحط هنا واي 1 1 زائد واي 1 2, ونحط هنا واي 1 1 زائد واي 1 2, ونحط هنا سالب واي 1 2. طيب اشمعنى عملنا كده؟ هو اول حاجه انا عايزك تاخد لبالك ان الادميتنس اللي محطوطه هنا ما هياش الانبوت ادميتنس, والادميتنس اللي محطوطه هنا ما هياش الانبوت ادميتنس. امال الانبوت ادميتنس ايه الديفينيشن بتاعها؟ الانبوت ادميتنس زي مثلا الواي 1 1 الديفينيشن بتاعها ان هي بتساوي الاي 1 على الفي 1 لما تكون الفي 2 قيمتها بتساوي 0. اي 1 اللي هو بيبقى ماشي كده عند البورت 1, والفي 1 اللي هو بيبقى البولاريتي بتاعته كده عند بورت 1. الاي 2 بيبقى ماشي كده عند بورت 2, والفي 2 اللي هو البولاريتي بتاعته كده عند البورت 2. معذرة اي 2 اللي يكون برضو داخل ايه؟ داخل جوه البورت, لان احنا في الديفينيشن بتاع كل التيارات بنفرض التيارات داخله جوه البورت. طيب فمن الديفينيشن بتاع الواي 1 1 ان هي بتساوي اي 1 على في 1 لما تكون في 2 بتساوي 0. لما نيجي نبص كده في الرسم بتاعتنا, معنى كلمه في 2 بتساوي 0 يعني احنا هنيجي عند البورت 2 الناحيه دي ونروح حاطين شورت سيركت. فنتخيل ان احنا جينا عند بورت 2 وحطينا كده شورت سيركت, يعني لغينا الادميتنس الثانيه او لغينا الكومبوننت اللي محطوط عند المدخل بتاع بورت 2. لو جيت ساعتها وحاولت تحسب اي 1 على في على اي 1 على في 1 قيمتها بتساوي كام, هتلاقي عندك فيه 2 كومبوننت متوصلين على التوازي. الكومبوننت منهم اللي هي الادميتنس بتاعتها واي 1 1 زائد واي 1 2. الكومبوننت الثانيه الادميتنس بتاعتها اللي هي عباره عن سالب واي 1 2. طبعا لما يكون فيه 2 ادميتنس متوصلين على التوازي بتجمعهم, فواضح ان المجموع بتاع دول هيكون بيساوي كام؟ بيساوي واي 1 1. نفس الحكاية لو عملتها في الديفينيشن بتاع الواي 2 2. الواي 2 2 الديفينيشن بتاعه زي ما خدنا في اول سيكشن في الماتريسيز بتاعت المايكروف نتورك, الديفينيشن بتاعه انه عبارة عن اي 2 على في 2 يعني الانبوت امبيدنس عند بورت 2 لو انت عامل شورت سيركت على بورت 1. ده الديفينيشن بتاعه. لو عملت نفس الحكاية دي وعكست, بدل ما تحط الشورت سيركت عند بورت 1 حطيت الشورت سيركت المرة دي عند البورت رقم 2 وحسبت اي 2 على في 2, هيطلع لك نفس الناتج بالظبط. هيطلع لك برضه الكومبوننت اللي هنا اللي هي ناحيه بورت 1
الادميتنس هي بتاعتها اتلغت، ويطلع لك الانبوت ادميتنس من عند بورت 2 انك بتجمع الادميتنس دي زائد الادميتنس دي، فيطلع القيمه بتساوي برضو واي 1 1. يبقى انا كده حطيت الكومبوننت دول بحيث يكون الانبوت ادميتنس من عند اي بورت بيساوي واي 1 1، وده اللي بيحصل في السيمتريك تو بورت نتورك. طب مش كده وبس، ده كمان انا عايز الترانسفير ادميتنس تبقى بقيمه معينه. ترانسفير ادميتنس اللي هي عباره عن واي 1 2، انا عايز واي 1 2 اللي الديفينيشن بتاعها اصلا ان هي عباره عن اي 1 مقسوم على في 2 لما تكون في 1 بتساوي 0. ده الديفينيشن بتاعها، ده عباره عن اي 1 على في 2 لما تكون في 1 بصفر. في 1 بصفر يعني احنا حاطين شورت سيركت عند بورت 1 زي ما انا حاطط كده. عند اللحظه دي المره دي بدل ما نجيب اي 2 على في 2 لا هنجيب اي 1 على في 2. لما تيجي تحسب هنا اي 1 على في 2 هتلاحظ ان الجهد في 2 محطوط على 2 ادميتنس على التوازي، واحده منهم اللي هي واي 1 1 زائد واي 1 2، والثانيه منهم اللي هي سالب واي 1 2. هما الاثنين عليهم نفس الجهد بعد ما تحط الشورت سيركت بتاعت بورت 1، هما الاثنين عليهم نفس الجهد اللي هو في 2. لما تيجي تقسم اي 1 على في 2 يطلع لك فعلا قيمته بتساوي واي 1 2 طول ما انت حاطط السالب دوه هنا اهو. وده السبب اللي خلينا حطينا سالب في قيمة الادميتنس اللي بتاعت الكومبوننت اللي محطوط في النص في الباي كونفجريشن دي. طيب هنا في أكتر من سؤال ممكن يجي، أولا هو في ادميتنس بالسالب؟ هي القصة مش قصة ادميتنس بالسالب، احنا بنحط التوصيلة الكونفجريشن أو السكيماتيك كونكشن بالقيم بتاعت الادميتنس بتاعتها اللي بتعبر عن الأوبريشن بتاعت النتورك، بغض النظر عن الرياليزيشن. يعني مهم جدا واحنا بنتعامل مع الميكرويف نتوركس هنا إن احنا نعرف كويس أوي الفرق ما بين إن أنا أقول لك إن ده كومبوننت والكومبوننت ده مقاومته كذا، وان انا اقول لك الرياليزيشن بتاعه بيتعمل ازاي. الرياليزيشن بتاعه بيتعمل ازاي دي قصه اخرى، لان هنا في سؤال تاني ممكن يتقال اللي هو انت قلت لنا ان في الميكرويف نتورك احنا الديفايسز شكلها بيختلف وكل حاجه بتختلف، مع ذلك احنا ما زلنا بنوصل الحاجه في شكل باي كونكشن اهو، وفي شكل كونكشنز شبه الكونكشنز بتاعت اللو فريكونسي. هو ده صح ولا في مشكله في الموضوع؟ لا هو ده عادي، هو التوصيلات دي عباره عن ريبريزنتيشنز للميكرويف نتورك. اما الرياليزيشن بتاع الحاجات دي اللي هو ايه الحاجه اللي بتعمل عمل الريزيستيف بارت، ايه الحاجه اللي بتعمل عمل الاندكتيف بارت، ايه الحاجه اللي بتعمل عمل الكاباسيتيف بارت، اللي هو الجزء اللي هو الرياليزيشن، ازاي تعمل مقاومه في الميكرويف فريكونسي، ازاي تعمل مكثف، ازاي تعمل ملف، او ازاي تعمل اندكشن. الكلام ده احنا ما دخلناش فيه بالتفصيل، اللي هو الرياليزيشن بتاع الكومبوننتس دي بيتم ازاي. يبقى اذا التوصيله دي لما احط عليها القيم اللي قدامي بهذا الشكل هبقى حققت الادميتنس ماتريكس اللي معطاه في السؤال، ان انا احط واي 1 1 زائد واي 1 2 واحط واي 1 زائد واي 1 2 عند كل بورد، واحط سالب واي 1 2 في النص ما بين الاثنين بوردز. الكلام ده يخليني اقدر ارسم النتورك بالشكل ده بعد ما اعوض عن القيم. هيبقى هنا عندي ريزيستيف برانشز كلها، ريزيستيف برانشز، وادي البورتس بتاعتي، دي بورت 2 ودي بورت 1، ادي الفولت اللي عند بورت 1 البولاريتي بتاعته والكرنت بالدايركشن بتاعه، وادي الفولت اللي عند بورت 2 البولاريتي بتاعته، واتفقنا بننبه تاني الدايركشن هيبقى داخل جوه البورت، داخل جوه البورت طول ما احنا بنتعامل بالزيت ماتريكس والواي ماتريكس والسكاترنج ماتريكس. هنعوض عن واي 1 1 واي 1 2، واي 1 1 اللي هي قيمتها بنص، واي 1 1 قيمتها بتساوي نص، والواي 1 2 اللي هي قيمتها بتساوي سدس، وبالتالي هيبقى واي 1 1 زائد واي 1 2 نص زائد سدس يعني بتساوي 2 على 3. يبقى هنا ده عباره عن ادميتنس 2 على 3 وده عباره عن ادميتنس 2 على 3. طيب سالب واي 1 2 يعني سالب 1 على 6، ودي الادميتنس اللي موجوده فوق. نلاحظ ان كل حاجه من دول ادميتنس، يعني الوحده بتاعتها اوم اس سالب 1، الوحده بتاعتها اوم اس سالب 1. كده كونت النتورك بتاعتي، يعني حطيت القيم بتاعت الكومبوننتس على الكونفيجريشن اللي قدامي. ايه المطلوب دلوقتي؟ احسب السكاترنج بارامترز ازاي؟ بالطريقه بتاعت الايفن مود اوف اكسيتيشن والاود مود اوف اكسيتيشن. الطريقه دي عشان تتطبق لازم تكون النتورك زي ما اتفقنا سيمتريك. طب النتورك قدامك سيمتريك؟ ايوه سيمتريك، ده واضح خالص من الكونكشن انها سيمتريك. بصيت من البورت 1 هتشوف نفس الكلام، او بصيت من البورت 2 هتشوف نفس الكلام. طبعا لما نيجي نطبق الطريقه بتاعت الايفن والاود مود اوف اكسيتيشن كنا بنقول الخطوات ان احنا اول حاجه نحدد البلين اوف سيمتري. واضح قدامنا البلين اوف سيمتري هيبقى في النص،
في النص، يعني فين يعني بالظبط؟ في نص الادمتنس اللي هي السالب 1/6. طب هل ينفع احط حاجه في النص كده واروح اقطع الادمتنس في النص؟ لا، هنعمل الطريقه بتاعت التسجيل اللي فات او المره اللي فاتت، ان احنا بنقسم الادمتنس لحتتين، يعني السالب 1/6 اوم الادمتنس دي اقدر افصلها لاثنين ادمتنس متوصلين على التوالي، اقدر افصلها لاثنين ادمتنس متوصلين على التوالي، فيبقى شكلها كده اهو، فيبقى شكل النتورك كده اهو. دي هسيبها زي ما هي، والتانيه برضو هسيبها زي ما هي، وهاجي في النص واحط اتنين ادمتنس على التوالي. طب احنا عارفين المقاومات لما تكون متساويه وتتجمع على التوالي بنضرب في اتنين، وبالتالي لو عندك مقاومه عايز تفصلها على التوالي لمقاومتين لازم تقسم قيمتها على اتنين، تقسم قيمه المقاومه على اتنين او تقسم قيمه الامبيدنس على اتنين، يعني تضرب الادمتنس في اتنين، وبالتالي افترض ان دي الادمتنس بتاعتها سالب 1/3 ودي الادمتنس بتاعتها سالب 1/3، وعندي هنا 2/3 وعندي هنا 2/3، وانا عارف ان كل دول عباره عن ادمتنس، يبقى الوحده بتاعتهم كلهم عباره عن اوم اس سالب 1، ودي عندي اللي هي بورت 1 ودي عندي اللي هي بورت 2. كده اقدر باطمئنان شديد احدد البيان في سيمتري في منتصف النتورك بالظبط، فاقدر اجي في منتصف النتورك واعمل زي ما كنا بنعمل في المرات اللي فاتت، ان احنا بنجيب المسطره ونيجي في النص كده بالظبط ونحط البيان في سيمتري بتاعنا بالمسطره. ده البيان في سيمتري اللي احنا هنحطه ونعلم عليه باللون الاحمر، يبقى ده اللي هو البلين اوف سيمتري. كده اقدر اقسم النتورك لحتتين، الحتتين متماثلين تماما، اخد كل واحده منهم ومره احط في البلين اوف سيمتري شورت سيركت، مره احط في البلين اوف سيمتري اوبن سيركت، وفي كل مره احسب الانبوت ريفليكشن كوفيشنت. ابقى كده عملت عمليه ايفن اكسايتيشن وعملت عمليه اود اكسايتيشن، وبالتالي تقدر تحسب اس 1/1 واس 1/2 بتساوي كام. طيب هنحاول نعمل الكلام ده هنا في نفس السلايد. هنعمل الاثنين مود اوف اكسايتيشن. المود الاولاني في الاوف اكسايتيشن هيطلع عندي شكل النتورك كده، في المود الاولاني في الاكسايتيشن اللي هو الايفن مود، ادي السالب 1/3 وادي الاثنين على الثلاثة، هحط هنا في البلين اوف سيمتري اوبن سيركت وادي بورت 1. كده تقدر تحسب الانبوت ريفليكشن كوفيشنت على طول، هيبقى هو عباره عن اس ايفن، هيبقى اس ايفن قيمته بتساوي كام؟ احنا عارفين من حساباتنا ان الريفليكشن كوفيشنت ممكن يتحسب من الامبيدنس وممكن يتحسب من الادميتنس. انا هنا عندي الادميتنس فاحسبه من الادميتنس، القانون بتاعه بتاع حسابه من الادميتنس يختلف سنه بسيطه عن قانون الامبيدنس. قانون الامبيدنس كان الزيت انبوت ناقص 1 على زيت انبوت زائد 1، ده لو انت مخلي الامبيدنس نورمالايزد. طب لو بتستعمل الادميتنس يبقى 1 ناقص الواي انبوت على 1 زائد الواي انبوت، طبعا كل حاجه نورمالايزد. يبقى كده الاس ايفن دي قيمتها تطلع بتساوي كام؟ هنقول 1 ناقص الانبوت ادميتنس. طب الانبوت ادميتنس من عند بورت 1 هتبقى بكام؟ طبعا السالب 1/3 دي اوبن سيركت مش كامله الدايره بتاعتها، فانا مش شايف غير ادميتنس قيمتها بتساوي 2/3، هيبقى 1 ناقص 2/3، 1 ناقص 2/3 على 1 زائد 2/3، فتطلع القيمه بتاعت الاس ايفن مباشره بتساوي كام؟ 1 ناقص 2/3 اللي هي بثلث، 1 زائد 2/3 اللي هي عباره عن 5/3، يطلع الناتج بتاع الكلام ده بيساوي 1/5، يعني بيساوي 2/10، هي دي القيمه بتاعت الاس ايفن. يبقى 2/10 ده قيمه الاس ايفن. طب هل ممكن نحسب الاس اود؟ اه، عشان نحسب الاس اود كل اللي هنعمله هنيجي في البرين اوف سيمتري، بدل ما احنا حاطين اوبن سيركت هنيجي في البرين اوف سيمتري، بدل ما احنا حاطين اوبن سيركت هنحط شورت سيركت في البرين اوف سيمتري، مكان البرين اوف سيمتري هنحط شورت سيركت. لو حطينا شورت سيركت يبقى عملنا اود مود اوف اكسايتيشن، فاقدر اقول الاس اود مباشره بتساوي، المره دي هيبقى الانبوت ادمتنس عندي بتساوي كام؟ هطبق نفس القانون برضه، 1 ناقص الواي انبوت على 1 زائد الواي انبوت طبعا نورماليزد، يبقى الكلام ده بيساوي 1 ناقص واي انبوت المره دي بكام؟ لما احط الشورت سيركت هيبقى الاثنين ادمتنس هما الاثنين مع بعضهم على التوازي فيتجمعوا، يبقى 2/3 ناقص 1/3 اللي هي 1/3، يبقى 1 ناقص ثلث على 1 زائد ثلث، 1 ناقص ثلث يعني 2/3، 1 زائد ثلث يعني 4/3، يبقى القيمه دي بتساوي 2/4 يعني بتساوي نص. كده حسبنا قيمة الاس ايفن بتساوي 2/10 والاس اود بتساوي نص. يبقى ممكن بعد كده بشكل بسيط جدا اقدر احسب باقي السكاترنج بارامترز اللي هم اس 1/1 واس 1/2، اقدر احسب اس 1/1 اللي هي بتساوي نص الاس ايفن زائد الاس اود، يعني بتساوي نص في اس ايفن اللي هي ب 2/10 والاس اود اللي هي بنص، تبقى نص في 7/10 يعني 35%. تقدر تحسب قيمة اس 1/2 اللي هي عبارة عن نص في الاس ايفن ناقص الاس اود اللي هي بتساوي النص في
في 2 من 10 ناقص 5 من 10 يعني نص في سالب 3 من 10 يعني سالب 15%. وبالتالي نقدر نقول باطمئنان ان السكاترنج ماتريكس قيمتها بتساوي اول حاجه الاس 1.1 اللي هو ال 35%، بعد كده الاس 1.2 السالب 15%، بعد كده اس 1.2، بعد كده اس 1.1، وكده نبقى حسبنا السكاترنج ماتريكس المطلوبه في السؤال. الطريقه دي في الحل هتطلع لك نفس الناتج بتاع الطريقه انك انت تستعمل المعادله بتاعت السكاترنج ماتريكس بتساوي اليو ناقص الواي مضروبه في اليو زائد الواي الكل انفيرس. مشكله الطريقه الثانيه دي في ايه؟ ان الكمبيوتيشنز فيها كتيره شويه، فممكن تتلخبط في الكمبيوتيشن وتطلع ناتج غلط، خصوصا انك انت تحسب الانفيرس بتاع المصفوفه دي لوحديك، والاله الحاسبه بتاعتنا مش بتحسب الانفيرس بتاع المصفوفه للاسف، فتحسب الانفيرس لوحديك ممكن تتلخبط في الكمبيوتيشنز. غير ان الطريقه الاولانيه بتاعت انك انت تستعمل الايفن مود والاود مود في اكسايتيشن طريقه اجمل وطريقه في الغالب مفضله عند الدكتور جمال لو هو بيصحح لك، ده توقع شخصي مني يعني، لو هو بيصحح لك الايه المساله دي في الامتحان. فابقى كده انا خلصت نقطه واحد اللي كنت عايز اتكلم فيها النهارده. النهارده قلت اتكلم في 5 نقط، نقطه واحد كده خلصناها اللي هي عباره عن ايه؟ مثال على الكمبيوتيشنز بتاعت النتورك بارامترز. طيب تاني حاجه بقى هنبدا نتكلم على ديسكريبشن جديد للمايكرويف نتورك باستخدام حاجه اسمها الترانسميشن بارامترز. هنبدا نتكلم على ديسكريبشن جديد للمايكرويف نتورك باستخدام حاجه اسمها الترانسميشن بارامتر ديسكريبشن. يعني زي ما احنا متعودين لما كنا بناخد اي ديسكريبشن للمايكروويف نتورك كنا اول حاجه بنفهم مين فيه الانبوت ومين فيه الاوتبوت. يعني لو تفتكر لما كنت بحكي معاك في الزيت ماتريكس والواي ماتريكس والاس ماتريكس كنت بقول لك كل ديسكريبشن من دول بيتحدد بناء على انك معتبر مين الانبوت معتبر مين الاوتبوت، معتبر مين الاكسايتيشن ومعتبر مين الريسبونس. ففي الترانسميشن بارامترز هنبدا كده، هنرسم المايكروويف نتورك اللي احنا بنوصفها بالترانسميشن بارامترز ونقول احنا معتبرين مين الاكسايتيشن معتبرين مين الريسبونس، معتبرين مين الانبوت معتبرين مين الاوتبوت اللي بتربطهم الترانسميشن ماتريكس او بتربطهم الترانسميشن بارامترز. ده اول حاجه. تاني حاجه هنعرف الخصائص بتاعه الديسكريبشن للنتورك بالترانسميشن بارامترز، وبعد ما نعرف الخصائص دي هنبدا ناخد امثله زي ما عملنا في كل ديسكريبشن للمايكروويف نتورك. اول حاجه عايز اقولها الترانسميشن بارامترز لما نيجي نستعملها بنستعملها مع تو بورت نتورك اساسا، يعني مش بنستعملها غالبا خالص مع اي عدد تاني من البورتس، بنستعملها مع تو بورت نتورك. طب التو بورت نتورك بنرسمها ازاي؟ ادي رسمه التو بورت نتورك، بلوك البلوك ده ما فيهوش غير 2 بورت بس، ادي بورت رقم 1 وادي بورت رقم 2، دي اول حاجه، دي بورت 1 وبورت 2، دي اول حاجه. تاني حاجه زي ما انت شفت في الماتريسيز الثانيه الديسكريبشنز دي كلها بتربط ما بين متغيرات ما بين فاريبلز، الفاريبلز دي ممكن تكون التوتال فولتج التوتال كارنت الانسيدنت فولتج الانسيدنت كارنت. فتعال نعرف الفاريبلز اللي عند كل بورت اللي هتربطهم الترانسميشن بارامترز. فبنعرف البولاريتي بتاعه الفي 1 بالشكل ده، بنعرف الدايركشن بتاع الكرنت اي 1 بالشكل ده، بنعرف البولاريتي بتاعه في 2 بالشكل ده، والجديد هنا ان احنا بنعرف الدايركشن بتاع الكرنت اي 2 بالشكل ده، وده جديد ومختلف، ده جديد ومختلف. يعني الديفينيشن بتاع الدايركشن بتاع اي 2 اتجاه التيار بتاع اي 2 بيختلف لما اجي اتكلم في الترانسميشن بارامترز على تو بورت نتورك. تو بورت نتورك عبر عنها بترانسميشن بارامترز، بنخلي اتجاه التيار اي 2 طالع بره البورت، بنخلي واحد من التيارين بيخش في البورت زي مثلا هنا اي 1 وواحد من التيارين بيطلع من البورت زي هنا اي 2، مش بنخلي التيارين داخلين في البورت. يبقى ده اختلاف عن الديسكريبشنز اللي فاتت، وعشان كده اخدناه لوحديه، عشان كده اخدناه لوحدي. الديسكريبشنز اللي فاتت للمايكروويف نتورك كلها سواء الزيت ماتريكس والواي ماتريكس والاس ماتريكس كلها كانت بتفرض ان الدايركشن بتاع الكرنت كله داخل جوه البورت، ده الريفرنس دايركشن بتاع الكرنت. الديسكريبشن بتاع الترانسميشن بارامترز لا، بيبقى اولا في تو بورت نتورك بس وواحد منهم داخل والتاني طالع. ممكن يتعمم على فكره على اكتر من تو بورت نتورك، بس هو مش ده موضوعنا، احنا بنتكلم عليه فين؟ في تو بورت نتورك. تو بورت نتورك هيبقى الكرنت في بورت منهم داخل والكرنت في بورت منهم طالع. وعلشان الاثنين بورتس الريفرنس دايركشن بتاع الكرنت فيهم مختلف، ففي بورت منهم بنبص لها على انها انبوت بورت، وبورت منهم بنبص لها على انها اوتبوت بورت. البورت اللي احنا حاطين فيها الكرنت داخل لجوه زي هنا بورت واحد، دي بنعتبرها انبوت بورت. نعتبرها انبوت بورت، والبورت اللي حطينا فيها الكرنت طالع اللي هي بورت 2 بنعتبرها اوتبوت، بنعتبرها اوتبوت بورت. يبقى ده كلام مختلف شويه عن الديسكريبشنز اللي فات. اعتبرنا بورت 1 انبوت بورت اللي احنا حطينا الكرنت فيها داخل، واعتبرنا بورت 2 عباره عن اوتبوت بورت اللي احنا حطينا الكرنت فيها
طالع. مش بس ده الاختلاف الوحيد، ده كمان هنا في اختلاف جوهري في الترانسميشن بارامترز عن كل البارامترز اللي فاتت. ايه الاختلاف ده؟ البارامترز اللي فاتت كلها اللي كانت بتوصف الميكروف نتورك كانت بتجيب الفاريبلز، نوع معين من الفاريبلز عند كل البورتس، يعني كانت تحسب لك مثلا التوتال فولت عند جميع البورت بدلاله التوتال كارنت عند جميع البورت، زي ما كان بيحصل مثلا كمثال في الامبيدنس ديسكريبشن. الامبيدنس ديسكريبشن كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل فيكتور اسمه في 1 في 2 في 3 وهكذا لحد الفي ان، ده اللي هو الفيكتور بتاع التوتال فولتج، الفيكتور بتاع الفي، ونعمل فيكتور بتاع الكارنت اللي هو اي 1 اي 2 وهكذا لحد اي ان، الفيكتور بتاع التوتال كارنت، وبنحط هنا مين؟ الامبيدنس ماتريكس. فالامبيدنس ماتريكس كانت تجيب لك الفولت في كل مكان بدلاله الكارنت في كل مكان، تجيب لك الفولت بجميع البورتس بدلاله الكارنت في جميع البورتس. الادمتنس ماتريكس كانت بتعمل حاجه زي كده بس كانت بتجيب الكارنت من الفولت. السكاترنج ماتريكس كانت بتعمل حاجه زي كده بس كانت بتجيب الريفلكتد من الانسيدنت. في الترانسميشن بارامترز لا، احنا مش بنلم فاريبل من نفس النوع عند كل البورتس، لا احنا بناخد كل الفاريبلز عند نفس البورت، بناخد كل الفاريبلز عند نفس البورت. ازاي يعني؟ يعني مثلا هناخد الفي 1 والاي 1، هناخد التوتال فولتج والتوتال كارنت اللي عند نفس البورت اللي هي بورت 1 وهنكتبهم بدلاله الفي 2 والاي 2، هنكتبهم بدلاله الفي 2 والاي 2، وانا كاتبهم في شكل معادلات في الاول قبل ما احولهم لشكل مصفوف. فاحنا نجيب الفي 1 والاي 1 اللي هم كل الفاريبلز عند بورت 1 ونكتبهم بدلاله الفي 2 والاي 2، يعني بدلاله كل الفاريبلز عند بورت 2. اشمعنى خدت في 1 واي 1 وكتبتهم بدلاله في 2 واي 2؟ عشان اتفقت معاك ان 1 هتبقى عباره عن الانبوت بورت و2 هتبقى عباره عن الاوتبوت بورت، واحنا بنجيب الماتريكس اللي بتربط الانبوت بالاوتبوت، بنعمل كده بنجيب ماتريكس بتربط الانبوت بالاوتبوت. طيب في شكل معادلات نقدر نقول ان في 1 بتساوي واي 1 بتساوي سام بارامتر في الفي 2 زائد سام بارامتر في الاي 2. سام بارامتر هنسميه ايه مثلا في الفي 2، وبارامتر ثاني هنسميه مثلا بي في الاي 2. الاي 1 برضه بتساوي سام بارامتر مثلا هنسميه سي مضروب في الفي 2، وسام بارامتر مثلا هنسميه دي مضروب في الاي 2. طبعا لو كتبنا المعادلات دي في شكل مصفوفه يبقى المصفوفه بتاعتنا هتبقى البارامترز بتاعتها عباره عن A والبي والسي والدي، وعشان كده المصفوفه بتاعتنا بنسميها اي بي سي دي ماتريكس. ففي شكل مصفوفة تبقى المعادلات شكلها كده في شكل مصفوفة، هيبقى عندي فيكتور هيبقى عندي فيه الفي 1 والاي 1، وعندي الفيكتور بتاع الاوتبوت اللي فيه الفي 2 وفيه الاي 2، وعندي المصفوفة في النص اللي فيها البارامترز بتاعتي، البارامترز بتاعتي اللي هم مين؟ اللي هم ادي الاي والبي والسي والدي، الاي بي سي دي بارامترز. المصفوفة دي اللي احنا بنسميها تي الترانسميشن ماتريكس، ترانسميشن ماتريكس او ترانسميشن اي بي سي دي بارامترز. واضح كمان اختلافات جوهريه بين البارامترز دي والبارامترز اللي فاتت، او بين الديسكريبشن ده والديسكريبشنز القديمه. في الديسكريبشنز القديمه زي مثلا الزد ديسكريبشن، لو فتحت المصفوفه دي من جوه وبصيت على الحاجات اللي جواها اللي هم زيت 1-1 وزيت 1-2 وهكذا، تلاقيهم كلهم من نفس النوع، لان كلهم امبيدنس بارامترز، كلهم الوحده بتاعتهم اوم. لو مسكت مثلا الادمتنس ماتريكس وفتحتها من جوه وبصيت على كل البارامترز اللي من جواها تلاقي واي 1-1 واي 1-2 وهكذا، تلاقيها كلها عباره عن بارامترز من نفس النوع، بارامترز من نفس النوع كلها الوحده بتاعتها اوم اس سالب 1، يعني كلها ادمتنس وهكذا. لو فتحت برضو كل واحده من دول هتلاقي البارامترز اللي جواها كلها من نفس النوع. سكاترنج ماتريكس برضو كلها بارامترز من نفس النوع، كلها بارامترز دايمنشنلس لانها عباره عن بتربط عن انسيدنت وريفليكتد ويفز من نفس النوع فدايمنشنلس. خلاف الترانسميشن بارامترز، ترانسميشن بارامترز مش كلهم من نفس النوع. يعني مثلا البارامتر اللي هو الاي ده، ايه الديفينيشن بتاع الاي من المعادله؟ الديفينيشن بتاع الاي ان هو هيبقى عباره عن في 1 مقسوم على في 2 لما تكون اي 2 بصفر، ده الديفينيشن بتاع الاي من المعادله. فهو عباره عن نسبه بين فولت وفولت، يبقى الاي ده دايمنشنلس كوانتيتي يعني ملوش وحده. الديفينيشن مثلا بتاع الدي، الدي اللي في المعادله الثانيه عباره عن اي 1 مقسوم على اي 2 لما يكون في 2 بصفر، فالدي عباره عن نسبه بين طيارين، فالدي عباره عن دايمنشنلس كوانتيتي هو كمان. خلافا للبي والسي، خلافا للبي والسي لو بصيت على البي لا هتلاقي ان هي بتربط كرنت بفولت، فالوحده بتاعتها وحده امبيدنس. لو بصيت على السي هتربط، هتلاقيها بتربط فولت بكرنت، فالوحده بتاعتها وحده ادمتنس. فده عباره عن ادمتنس وده عباره، ده عباره عن امبيدنس وده عباره عن ادمتنس، في حين الاثنين دول عباره عن دايمنشنلس كوانتيتيز. يبقى دي شويه فروق جوهريه ما بين الترانسميشن بارامترز وما بين البارامترات بتاعه الديسكريبشنز اللي فاتت.
ايه اللي يخلينا نعمل كده بقى، او ايه فايده الترانسميشن بارامتر ديسكريبشن؟ ايه اللي يخلي الواحد يعمل حاجه زي كده ترانسميشن بارامترز بالمنظر ده؟ الميزه بتاعه ترانسميشن بارامترز ان هي بتنفعنا جدا جدا لما يبقى عندنا حاجه اسمها كاسكيدد كونكشن. لما يبقى عندي حاجه اسمها كاسكيدد كونكشن باي ديفينيشن، يعني لو عندي مش نتورك واحده بس، لو عندي نتورك ونتورك تاني ونتورك ثالثه وهكذا باستمرار، لو عندي بالظبط ان نتورك، لو عندي بالظبط ان نتورك وهكذا باستمرار. والنتورك الاولانيه دي عندي هعرف الديفينيشن بتاع الفولت والكرنت بتوعها كده، هسمي البورت دي بورت واحد، فيبقى ده عباره عن في واحد، والتاني داخل جوه عباره عن اي واحد، فدي اعتبرتها الانبوت بورت. هعتبر البورت الثانيه بتاعتها عباره عن اوتبوت بورت، فيبقى الكرنت طالع براها اي 2، والفولت بتاعها البولاريتي بتاعته كده في 2، ودي اللي هي عباره عن بورت رقم 2. واضح تماما بالدايركشن بتاع الديفينيشن ده. لو عملت كاسكيدد كونكشن يعني وصلت البورت بالبورت على طول بالكونكشن بتاعت الكاسكيد، الكاسكيد المعروفه، واضح ان كده خليت الاوتبوت بورت بتاعه النتورك الاولانيه عباره عن انبوت بورت للنتورك الثانيه، والبارامترز دي بقت البارامترز بتاعت الانبوت بورت للنتورك الثانيه، وهكذا الاوتبوت بورت بتاعت النتورك الثانيه هتبقى انبوت للنتورك الثالثه، وهكذا باستمرار. ايه العلاقه اللي تربط ما بين الفاريبلز بتوع الانبوت بتاع الاولانيه والفاريبلز بتوع الاوتبوت بتاع الاولانيه؟ العلاقه بينهم عباره عن الترانسميشن ماتريكس بتاعت النتورك دي. بنفس الطريقه اقدر اجيب دول اللي هم الفي 2 والاي 2 بدلاله الفي 3 والاي 3، هم الاوتبوت اللي هيبقى هنا، عن طريق مين؟ عن طريق الترانسميشن ماتريكس بتاع التي 2. لو انت حاطط هنا الفي 3 بهذا الشكل، ولو انت حاطط هنا الاي 3 بهذا الشكل. يعني واضح تماما قدامي ان ممكن اكتب المعادلات دي، ممكن اقول ان الفي 1 والاي 1 ممكن يتحسبوا عن طريق استخدام التي 1، تضرب التي 1 في الفي 2 والاي 2. والفي 2 والاي 2 هم كمان ممكن يتحسبوا باستعمال التي 2، عباره عن التي 2 تضرب في الفي 3 والاي 3. وبالتالي ممكن نعمل عمليه تعويض. ازاي؟ هنشيل الفي 2 والاي 2 ونحط ما يكافئهم اللي هو التي 2 مضروبه في الفي 3 والاي 3، ونكرر العمليه دي باستمرار حتى لو كان عندي ان نتورك متوصلين ببعض. وبالتالي لو عندك ان نتورك متوصلين ببعض، تقدر تربط الانبوت اللي هو في اول الكونكشن خالص اللي هو الفي 1 والاي 1، الاوتبوت اللي هو في الاول خالص، تقدر تربطه بالاوتبوت اللي في اخر الكونكشن خالص اللي احنا هنسميه الفي ان والاي ان. نربطهم ازاي ببعضهم؟ كل اللي نعمله ان احنا هنقعد نضرب الماتريسيس في بعض، هنقول تي 1 في تي 2 في تي 3 وهكذا باستمرار لحد التي ان، كلهم مضروبين في بعض. كل اللي احنا احتاجنا نعمله عملنا عمليه ضرب للترانسميشن ماتريكس في بعضيها، وممكن نطلع التي اوفر اول اللي هي الاوفر اول ترانسميشن ماتريكس بتاعت السيستم على بعض. ودي هي الميزه بتاعت الترانسميشن ديسكريبشن في الواقع. ترانسميشن بارامتر ديسكريبشن بالشكل اللي احنا عاملينه الديفينيشن ده يخلينا نقدر بالفعل نكتب الاوفر اول ترانسميشن ماتريكس بتاعت نتورك مكونه من كاسكيدد كونكشن بتاعت ماتريسيس كتيره خالص 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 متوصله ورا بعضيها. ودي حاجه احنا بنعوزها كتير جدا في المايكرويف سيركتس، واحنا بنعمل ديزاين لحاجات كتير. في سيستمز كتيره في المايكرويف سيركتس بيبقى فيها كاسكيدد كونكشنز ورا بعض وكلها موصوفه بالترانسميشن ماتريكس، وبنعوز ان احنا نجيب الاوفر اول ديسكريبشن بتاعها بشكل زي كده. فدي البيزكس او الاساسيات بتاع ترانسميشن بارامتر ديسكريبشن. كده احنا لخصناها وعرفنا فائدتها وعرفنا اهميتها. دلوقتي هنبدا ناخد بعض الامثله، هنبدا ناخد بعض الامثله على ترانسميشن بارامترز ديسكريبشن. ايه الامثله على ترانسميشن بارامترز ديسكريبشن اللي احنا ناويين ناخدها؟ هناخد امثله معينه اللي هي الامثله اللي هتخدمنا جدا في سؤال الامتحان. طبعا احنا ممكن نحسب ترانسميشن بارامترز النتوركس كتيره، كونفيجريشنز كتير، وهنتفرج دلوقتي على بعض الكونفيجريشن، بس الكونفيجريشنز اللي احنا اخدناها الامثله اللي هناخدها دي بالذات عشان خاطر هتنفعنا جدا في الموضوع اللي جاي بعد كده وفي السؤال بتاع الامتحان. مثلا ابسط ما يكون لو احنا عندنا حاجه زي كده، مثلا شنط رياكتنس. شنط رياكتنس ازاي؟ شنط رياكتنس يعني عندي رياكتنس القيمه بتاعتها عباره عن جي اكس، والرياكتنس دي قيمتها جي اكس، وادي شكلها كده اهو رياكتنس، والرياكتنس الامريكي نعبر عنها في الدوائر بنعبر عنها بالشكل ده، يبقى قيمتها بتساوي جي اكس. انا اتفقنا قبل كده اكتر من مره لما تشوف شكل رياكتنس بالمنظر ده في الميكروويف هتعرف انها مش معموله بملف، معموله بحاجه ثانيه غير الملف، لكن السيمبل اللي بيعبر عنها ما زال السيمبل شبه الملف، لكن هي مش معموله بالملف العادي يعني. فدي رياكتنس قيمتها بتساوي جي اكس. طيب هي دي الدايره بتاعتي كلها، يعني عندي التوبورت نتورك ما فيهاش غير الشنط رياكتنس دي، رياكتنس واصله شنط واصله على التوازي بين الاثنين بورت، بين اثنين بورت، ادي البورت رقم واحد وادي البورت رقم اثنين، ادي تيبورت سيركت فيها عباره عن شنط رياكتنس، رياكتنس جي اكس واصله على التوازي، واصله شنط بين الاثنين بورتس وخلاص، نتورك بسيطه جدا.
بهذا الشكل. طيب عايزين نجيب الترانسميشن بارامترز بتاعتها، نحسبها ازاي؟ لازم عشان تحسب الترانسميشن بارامترز توريني فين الانبوت بورت والاوت بوت بورت، يعني تيجي عند كل بورت وتحط الفاريبلز. فنحط مثلا البولاريتي بتاعت في واحد كده، فنحط الدايركشن بتاع اي واحد كده كان دي الانبوت بورت. فنيجي هنا نحط البولاريتي بتاعت في 2 اللي هو التوتال فولتج كده، ونحط الدايركشن بتاع اي 2 هيبقى كده، يبقى دي هتبقى عباره عن اوت بوت بورت. ونرجع للمعادلات الاساسيه. المعادلة الأساسية بتقول لك اكتب الفي واحد والاي واحد بدلالة في اتنين واي اتنين. لما نيجي نكتب الفي واحد بدلالة الفي اتنين والاي اتنين، هنلاقي في واحد هو هو بالظبط في اتنين من غير أي مشاكل، الاتنين متوصلين على التوازي فمتساويين. طب الاي واحد قيمتها بتساوي كام؟ واضح إن اي واحد هيبقى مجموع التيارين، هيبقى قيمته بتساوي اي اتنين زائد التيار اللي ماشي كده في الشنط الأكتنس نفسها. فالتيار اللي ماشي في الشنط الأكتنس اللي هو قيمته بتساوي في اتنين مقسوم على جي اكس، والتيار اي اتنين مجموع عليه. طبعا لما تيجي تكتب الكلام ده في شكل مصفوفه كده تقدر تطلع ترانسميشن بارامترز. ترانسميشن بارامتر اللي هنا اللي هو قيمته بتساوي 1، ترانسميشن بارامتر اللي مضروب في اي 2 اللي هو قيمته بتساوي 0 مضروب في اي 2، هنا 1 وهنا قيمته بتساوي 0 مضروب في اي 2، ترانسميشن بارامتر اللي هنا اللي هو 1 على جي اكس وهنا قيمته بتساوي 1. يعني ممكن اكتب التي ماتريكس بتاعت الجزء ده عباره عن 1 0 1 على جي اكس وهنا 1، يبقى دي الترانسميشن ماتريكس بتاعت شنط رياكتنس. ممكن مثلا نعمل توصيلات تانية بين الاثنين بورت، يعني ممكن نيجي ادي بورت واحد وادي بورت اتنين، ادي بورت واحد وادي بورت اتنين. بورت واحد عندها البولاريتي بتاعت الفولت كده والدايركشن بتاع الكرنت كده، بورت اتنين عندها البولاريتي بتاعت الفولت كده والدايركشن بتاع الكرنت كده. بدل ما نحط شنط رياكتنس هنحط سيريز سسبتنس، هنحط سيريز سسبتنس بينهم الاثنين. يعني ايه سيريز سسبتنس؟ يعني رياكتيف بارت متوصل على التوالي، متوصل على التوالي بس بنوصفه بالسبستنس بتاعته. السبستنس بتاعته اللي هي مقلوب الرياكتنس، السبستنس بتاعته اللي هي مقلوب الرياكتنس. يعني ده اليمنت الادمتنس بتاعته جي بي، ده اليمنت الادمتنس بتاعته جي بي. يبقى ده الاكزامبل الثاني اللي عباره عن سيريز سبستنس، ده الاكزامبل الثاني. طيب تعالى نحسب له الاي بي سي دي ماتريكس بتاعته. نقدر نقول ان في واحد قيمتها بتساوي، هنا في واحد مش هتساوي الفي 2 على طول، لا هتساوي الفي 2 زائد الجهد اللي هيفقد على السبستنس اللي في النص. السبستنس اللي في النص هيمر فيها تيار اي واحد واي 2، هو 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 اثنين متساويين عشان الاثنين في نفس الحاجه، هما اثنين سيريز يعني. طيب هيمر فيها نفس التيار اللي هو اي واحد او اي 2، بس انا هستكتب اي 2 عشان انا عايز اكتب في واحد بداله الفي 2 والاي 2. فيبقى هاخد الاي 2 واضربه في الامبيدنس، الامبيدنس اللي هي 1 على جي بي مضروبه في الاي 2. بعد كده هقول الاي 1 هتبقى قيمته بتساوي كام؟ هيبقى بيساوي الاي 2 على طول. كده ممكن اكتب الترانسميشن ماتريكس بتاع ده عباره عن 1 1 على جي بي و0 و1. دي الترانسميشن ماتريكس بتاعت السيريز سسبتنس. طيب بعد كده ايه كمان هنعوزه؟ نكتب له الترانسميشن ماتريكس بتاعته. انت ممكن تجيب كونكشنز كتيره، يعني ممكن ما تحطش بس سيريز اليمنت وشنط اليمنت زي ما احنا حاطين. اولا مش شرط يكون السيريز سسبتنس، ممكن يكون ريزيستيف بارت يعني ريزيستيف كومبوننت، والشنط اليمنت ممكن يكون ريزيستيف كومبوننت، فانت ممكن تحطه باي شكل زي ما انت عاوز. ممكن تحط ريزيستيف كومبوننت اللي هو السيريز او الشنط، ومش لازم تكون التوصيله سهله خالص كده او بسيطه جدا سيريز او شنط، لا ممكن تكون سيريز شنط. سيريز شنط يعني واخده شكل ال كونكشن، ال كونكشن على شكل حرف ال، سيريز شنط. ممكن تبقى مش بس حرف ال، ممكن يبقى فيها ثلاثه كومبوننت، ثلاثه كومبوننت زي الباي كونكشن اللي خدناها في اول التسجيل. ممكن تمسك الباي كونكشن وتحسب لها الترانسميشن ماتريكس بكام اللي احنا خدناه في اول التسجيل. ممكن بدل الباي كونكشن ممكن تبقى شكل تي كونكشن. ممكن بعد كده نعمل كونكشنز اصعب، ممكن نعمل كاسكيدنج، كاسكيدنج ال سيكشنز ورا بعض، تي سيكشنز ورا بعض، باي سيكشنز ورا بعض، او باي وتي ورا بعض زي ما احنا عاوزين. ونستخدم الخصائص بتاعت الترانسميشن ديسكريبشن، انك انت ممكن تضرب التي ماتريكس بتاعت كل سيكشن لوحديه لحد ما في النهايه تعرف الاوفر اول تي ماتريكس قيمتها بتساوي كام. ودي حاجه انت ممكن تطبقها بنفسك، ما هياش صعبه. المثال الثالث اللي هو مهم جدا، لان الامثله دي هنستخدمها في حل المساله بتاعت الامتحان، تبقى مهمه خالص. احنا عايزين نجيب الترانسميشن ماتريكس بتاعت جزء بارت اوف ا ترانسميشن لاين، او سيكشن من ترانسميشن لاين، بارت اوف ا ترانسميشن لاين. ترانسميشن لاين ده هيبقى طوله بيساوي ال، والزيت الكاركترستيك امبيدنس بتاعته بتساوي زيت نوت. فيبقى عندي ترانسميشن لاين، ده الترانسميشن لاين اهو، جزء من ترانسميشن لاين
ده اللي واصل بقى بين بورت 1 وبورت 2. يعني دي تبقى عندي بورت 1 البولاريتي بتاعت الفولت بتاعها في 1 كده، والدايركشن بتاع الكرنت بتاعها اي 1 كده، ودي تبقى عندي بورت 2 البولاريتي بتاع في 2 بتاعها كده، ادي الفي 2 والدايركشن بتاع التيار بتاعها كده اللي هو اي 2. والمطلوب مني في السؤال ان انا احسب الترانسميشن ديسكريبشن بتاع الترانسميشن لاين ده. يا ترى الترانسميشن ديسكريبشن بتاعه شكله ازاي، اللي هي الاي بي سي دي ماتريكس بتاعته. طيب نحسب الاي بي سي دي ماتريكس بتاعته، هنستخدم المعادلات بتاعه الترانسميشن لاين. يعني كنا بنقول معادله الترانسميشن لاين المشهوره اللي كانت بتقول لنا الفي اوف زد اللي هو الجهد على الترانسميشن لاين عند اي مسافه ولتكن زد، عباره عن الفي بلس في اس سالب جي بيتا زد زائد الفي ماينس في اس جي بيتا زد. مين زد؟ زد ده المحور اللي انت حاطط عليه الترانسميشن لاين، ولازم تشوف الريفرنس بتاعه بيساوي كام، او الريفرنس بتاعه موجود فين بالظبط، موجود في انهي نقطه بالظبط. طب الريفرنس بتاعه موجود فين؟ هنفرض ان الريفرنس بتاعه موجود عند الاوتبوت بورت، يعني زد بتساوي صفر وموجود عند بورت 2، والمحور ده بيبقى الدايركشن بتاعه كده ناحيه اليمين، وبالتالي هيبقى النقطه اللي عند بورت 1 بتبقى عباره عن زد بيساوي سالب ال. ليه؟ لان الترانسميشن لاين كله الطول بتاعه بيساوي ال زي ما هو معطى في السؤال، والكاركترستيك امبيدنس بتاعته عباره عن زد نوت. كده ممكن نكتب المعادله كمان بتاعت الكرنت، يعني ممكن نقول الاي اوف زد اللي هو الكرنت في اي مكان قيمته بتساوي برضه بيساوي اي بلس في اس سالب جي بيتا زد، المره دي ناقص الاي ماينس في اس جي بيتا زد. وانا ممكن اتخلص من الاي بلس والاي ماينس، عارفين ان الاي بلس القيمه بتاعتها مباشره بتساوي الفي بلس مقسومه على زد نوت بتاع الترانسميشن لاين، وممكن اتخلص كمان من الاي ماينس، عارفين ان الاي ماينس القيمه بتاعتها بتساوي الفي ماينس مقسوم على زد نوت بتاعت الترانسميشن لاين. هي المعادلات دي اللي هستخدمها في حساب الاي بي سي دي ماتريكس بتاعت الترانسميشن لاين. ازاي؟ هقول في الاول الجهد عند 2 اللي هو في 2. في 2 ده اللي هو الجهد عند زد بتساوي كام؟ بتساوي 0 زي ما احنا حاطين الريفرنس هناك. فنحط زد بتساوي 0 في معادله الجهد، يبقى في 2 بتساوي الفي بلس زائد الفي ماينس. كده ببساطه ادي معادله. هنعمل نفس الكلام في المعادله اللي تحتيها، هنجيب اي 2. اي 2 اللي هو الكرنت اللي فين؟ اللي عند بورت 2، يعني احط زد بيساوي صفر، يبقى اي 2 قيمته بتساوي هيبقى الفي بلس ناقص الفي ماينس الكل مقسوم على زد نوت. ده اللي هو اي 2. والمعادلتين دول هنستخدمهم واحنا بنكمل الكمبيوتيشنز بتاعتنا. بعد كده هنحسب في 1، طب في 1 اللي هو الجهد عند زد بتساوي كام؟ سالب ال. فنيجي في المعادله بتاعت الجهد ونحط زد بتساوي سالب ال، فنيجي في معادله الجهد ونحط زد بتساوي سالب ال، يبقى الفي 1 قيمته بتساوي الفي بلس في اس جي بيتا ال زائد الفي ماينس في اس سالب جي بيتا ال. ونفك الاي اس جي بيتا ال والاي اس سالب جي بيتا ال، يطلع الكلام ده بيساوي في بلس مضروبه في كوساين بيتا ال زائد جي ساين بيتا ال زائد الفي ماينس مضروبه في كوساين بيتا ال ناقص جي ساين بيتا ال. طبعا البيتا ال عشان خاطر تظهر معانا كتير من هنا رايح هنسميها فاي، حيث فاي ده مصطلح مشهور جدا بنسميه الالكتريكال لينث بتاع الترانسميشن لاين. الترانسميشن لاين في الابلكيشنز بتاعتنا في الميكرويف، الميكرويف ابلكيشنز يعني، دايما بنقول ان ليه طولين مش طول واحد بس. ليه طول اللي بنسميه الفيزيكال لينث، الفيزيكال لينث اللي هو ال اللي احنا عارفينها الفيزيكال لينث بتاع الترانسميشن لاين، وليه طول تاني اللي احنا بنسميه الالكتريكال لينث. الالكتريكال لينث اللي هو الزاويه المكافئه للطول اللي انت حاططه لي ده، الزاويه المكافئه للطول انت حاططه لي. انت بتقول الطول بيساوي ال، ده فيزيكالي، فيزيكال الترانسميشن لاين طوله كذا سنتي، لكن كهربيا الطول ده هيعمل ايه بالظبط في السيجنال؟ هديها في الشيفت كام؟ عشان نعرف كده بناخد الطول ده ونضربه في مين؟ في البيتا، البيتا اللي هي الفيز كونستانت بتاع الترانسميشن لاين. لما نيجي نضرب فيه تقدر تعرف مباشره الترانسميشن لاين هيعمل لك فيز شيفت بيساوي كام. تمام. طيب بعد كده نقدر نيجي في المعادلات اللي فوق نرتب المعادله، نقدر نيجي في المعادله اللي فوق نقدر نرتب المعادله، نرتب المعادله بحيث نخلي كل حاجه مضروبه في الكوساين مع بعضيها وكل حاجه مضروبه في الساين مع بعضيها. ده اللي هنعمله دلوقتي، هنرتب المعادله، ناخد الحاجات المضروبه في الكوساين مع بعض والحاجات اللي مضروبه في الساين مع بعض. فيبقى كده عندي اقدر اكتب ان الفي 1 قيمتها بتساوي الحاجات المضروبه في الكوساين اللي هي عباره عن الفي بلس زائد الفي ماينس مضروبه في مين؟ مضروبه في كوساين فاي، زائد الحاجات المضروبه في الساين. مين مضروب في الساين؟ المضروب في الساين عندي الجي مضروبه في الساين، وعندي في بلس ناقص الفي ماينس، الكلام ده مضروب في ساين فاي.
هقدر كده اعوض بعد كده من المعادلتين اللي فاتوا، اشيل الفي بلس وفي زائد في ماينس واحط مكانها الفي 2، واشيل الفي بلس وناقص الفي ماينس واحط مكانها زيت نوت في الاي 2. فكده اقدر اقول ان الفي 1 قيمتها بتساوي الفي 2 اتضربت في كوساين فاي زائد، هنشيل الفي بلس ونصف الفي ماينس ونحط مكانها الزيت نوت في الاي 2، يبقى عندي الاي 2 اتضربت في جي زيت نوت ساين فاي. يبقى كده حققت الهدف الاولاني، ان جبت البارامتر اللي هو الاي والبارامتر اللي هو البي، كتبت المعادله بتاعت الفي 1 بدلاله الفي 2 والاي 2، وجبت البارامتر اللي هو الاي قيمته بكام، وجبت البارامتر اللي هو البي قيمته بتساوي كام. نفس الحكايه ممكن نعملها بالظبط مع الكرنت اللي هو الاي، يعني ممكن نقول بالمعادله بتاعتي بتاعت التيار اقدر اقول اي 1 هحط الزيت بتساوي سالب ال، يطلع اي 1 بتساوي في بلس مقسوم على زيت نوت في الاي اس جي بيتا ال ناقص في ماينس مقسوم على زيت نوت في اس سالب جي بيتا ال، يعني يطلع الكلام ده بيساوي في بلس على زيت نوت، طبعا هنفك الاي اس جي بيتا ال تطلع كوساين فاي زائد جي ساين فاي، ونفك الفي ماينس ونفك الاي اس سالب جي بيتا ال، يبقى في ماينس على زيت نوت مضروبه في كوساين فاي ناقص جي ساين فاي. ونرجع نرتب برضو دول، ناخد الحاجات اللي مع كوساين فاي لوحديها والحاجات اللي مع الساين فاي لوحديها، ونعوض زي ما عملنا في المره الماضيه، ونقدر نجيب باقي البارامترز اللي هم السي والدي، فنقدر نوصل في النهايه ان الاي 1 هتبقى قيمتها بتساوي جي في واي نوت في ساين فاي، الكلام ده يكون مضروب في الفي 2 زائد برضو كوساين فاي، الكلام ده يكون مضروب في اي 2. وبالتالي الاي بي سي دي ماتريكس بتاعت الترانسميشن لاين هتبقى قيمتها بتساوي البارامتر اللي هو الاي عباره عن كوساين فاي، والبارامتر اللي جنبه اللي هو البي عباره عن جي في زيت نوت في ساين فاي، البارامتر اللي من تحت اللي هو السي اللي هو عباره عن جي في واي نوت في ساين فاي، والبارامتر اللي هو الدي عباره عن كوساين فاي. واضح ان فيها الخصائص المعروفه بتاعت الترانسميشن ماتريكس بتاعتنا، اللي هي ان الاي والدي هما الاثنين عباره عن دايمنشنلس كوانتيتيز، وان البي عباره عن امبيدنس كوانتيتي، وان السي عباره عن ادميتنس كوانتيتي. فكده عرفنا الترانسميشن بارامتر بتاع الترانسميشن لاين سيكشن. طيب اشمعنى الثلاث امثله دول احنا اخدناهم، مع ان ممكن كنا ناخد امثله اكتر من كده، لان الثلاث امثله دول مهمين جدا، لان هم بينفعونا بعد كده واحنا بنحل المساله بتاعت الامتحان، سواء في مساله الامتحان او سواء في الجزء اللي احنا نشرحه دلوقتي حاليا، اللي هو الجزء بتاع الامبيدنس انفرترز والادميتنس انفرترز. انا كده يعني خلصنا في الجزء اللي هنتكلم عليه النهارده، خلصنا النقطه 1 وخلصنا النقطه 2 وخلصنا النقطه 3. نقطة 2 اللي هي الديسكريبشن الجديد، ونقطة 3 اللي هي الأمثلة على الديسكريبشن الجديد. هنبدأ نتكلم في نقطة 4 و5 اللي هو هناخد حاجة دلوقتي اسمها الإمبيدنس والأدمتنس إنفرترز، ونشوف إزاي نقدر نعمل لهم عملية ديزاين باستعمال حاجة اسمها كاسكيدد سيكشنز، دي اللي هو سؤال بيجي في الامتحان. فنبدأ نتكلم دلوقتي على الإمبيدنس إنفرترز والأدمتنس إنفرترز. الإمبيدنس إنفرترز والأدمتنس إنفرترز اللي هنتكلم فيها دلوقتي ده نوع خاص جدا من التو بورت نتوركس. التو بورت نتوركس بتعمل فانكشن معينه او بتعمل وظيفه معينه، والكلام عليهم هما الاثنين، انا مش هتكلم عليهم هما الاثنين مع بعض، يعني هتكلم على واحد بس منهم لان الكلام كله متشابه مع بعضه، يعني يكفي ان احنا نفهم السيري بتاعت واحد منهم نقدر نعرف منها السيري بتاعت الثاني على طول من غير اي مشكله. تمام؟ فانا اخترنا هتكلم على الامبيدنس انفرتر، والكلام اللي هيتقال على الامبيدنس انفرتر هيبقى شبهه تماما الكلام اللي هيتقال على حاجه اسمها الادمتنس انفرتر. والورق بتاع الماده فيه الاثنين، فيه الادمتنس انفرتر والادمتنس انفرتر، والكلام عليهم هما الاثنين في الورق موجود بالتفصيل، فما احناش محتاجين نقوله اكتر من مره. اول حاجه يعني ايه كلمه الامبيدنس انفرتر؟ احنا زي ما اتفقنا هو نوع خاص جدا من السيركتس، والسيركتس دي في الميكرويف بيبقى ليها خصائص معينه، والخصائص بتفيدنا جدا جدا في الديزاين، يعني بتفيدنا جدا جدا نعمل منها سيركتس تاني زي ما نشوف في الجزء بتاع الميكرويف فلترز وكده. طيب الامبيدنس انفرتر ده عباره عن ايه؟ واول حاجه عباره عن تو بورت نتورك، اول حاجه عباره عن تو بورت نتورك، ده اول حاجه.
تاني حاجه الامبيدنس انفرتر ده بيبقى عباره عن لوسلس نتورك. تالت حاجه بيبقى ريسيبروكال نتورك. رابع حاجه بيبقى سيمتريك نتورك. يبقى هو التوبورت نتورك اللي هي الامبيدنس انفرتر دي بتبقى لوسلس وريسيبروكال وسيمتريك نتورك، فيها كل الخصائص دي. مش كده بس، ده كمان باي ديفينيشن هي بتعمل حاجه اسمها امبيدنس انفيرجن، بتعمل وظيفه اسمها وظيفه امبيدنس، الامبيدنس انفيرجن. دي الوظيفه اللي هي بتعمل امبيدنس انفيرجن. ازاي؟ تعالى نرسم توبورت نتورك ونشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. ادي توبورت نتورك زي ما احنا راسمين كده، ادي البورت الاولانيه بتاعتها وادي البورت الثانيه بتاعتها. دي هنسميها بورت واحد ودي هنسميها بورت اتنين. طيب بيعمل ايه الامبيدنس انفرتر ده؟ الامبيدنس انفرتر الوظيفه بتاعته ان هو لو انت جيت مثلا عند البورت رقم اتنين، وصلت لود معين مثلا عند بورت رقم اتنين وسميت اللود ده مثلا زيت لود عند بورت اتنين، وحبيت تجيب الانبوت امبيدنس عند بورت واحد قيمتها بتساوي كام؟ اللي هي الزيت انبوت عند واحد قيمتها بتساوي كام؟ عند الكونديشن ده باي ديفينيشن هتبقى زيت انبوت واحد قيمتها بتساوي الزيت لود عند بورت اتنين، بس تكون اتقلبت معكوسه، يبقى حصل لها انفيرجن. ومش بس انفيرجن، واتضربت في كونستانت، والكونستانت ده قيمته موجبه. وعشان نقول ان هو كونستانت موجب بنظلم الرمز كي تربيع، يبقى انت بتقلب الامبيدنس وبتضرب في كي تربيع. يبقى انت حطيت لود عند بورت وعند البورت الثانيه شفت اللود ده مقلوب ومضروب في فاكتور، والفاكتور ده عباره عن كي تربيع. والعكس بالعكس، يعني لو جيت عند بورت واحد وحطيت لود واللود ده كان اسمه زيت لود واحد، وحبيت تجيب الزيت انبوت من عند بورت اثنين، تطلع قيمتها بتساوي كي تربيع مقسوم على زيت لود اللي عند البورت واحد. فدي الوصفه بتاعت الامبيدنس انفرتر. طبعا تقدر تخمن ان الادمتنس انفرتر بالعكس، بدل ما بيقلب الامبيدنس بيقلب الادمتنس، وبيضرب برضه فاكتور بالبوزيتيف، والفاكتور ده اسمه جي تربيع مش كي تربيع زي ما تشوف في الورق. طبعا انا مش هشرح الاثنين بالتفصيل زي ما اتفقنا، انا هتكلم على الامبيدنس انفرتر بالتفصيل، وده يكفي انك انت تفهم الكلام المكتوب بعد كده على الادمتنس انفرتر. يبقى هو بيعمل انفيرجن الامبيدنس وفي نفس الوقت يضرب في فاكتور اسمه كي تربيع. الكي تربيع ده موجب لان هو كي تربيع، اي حاجه متربعه بتبقى دايما موجبه. هو فاكتور بالموجب وليه اتنين كونديشن، ليه حالتين اتنين، يا اما يكون اكبر من واحد يا اما يكون اقل من واحد. اكبر من واحد يبقى انت قلبت الامبيدنس وكمان كبرت، يعني كبرت مقلوب الامبيدنس. طب لو كان اقل من واحد يبقى انت صغرت مقلوب الامبيدنس، يبقى قلبت الامبيدنس وصغرت كمان، ضربت في حاجه اقل من واحد. ممكن تقلب الامبيدنس وتضرب في حاجه اقل من واحد، او تقلب الامبيدنس وتضرب في حاجه اكبر من واحد. دول الحالتين بتوع الانفير بتوع الفاكتور اسمه كي تربيع. كي تربيع ده عشان خاطر الامبيدنس انفرتر بيعمل عمليه الانفيرجن وبيضرب في الكي تربيع، دايما لما نرسمه في السيمبل بتاعه في الرسم بتاعته بنيجي في الرسم بتاعته بنحط كي كده، نحط كي بتفهم ان ده عباره عن امبيدنس انفرتر على طول، والفاكتور بتاعه اللي بيضرب فيه اسمه كي. الكي ده اللي احنا بنسميه الانفيرجن فاكتور. الكي ده احنا بنسميه ايه؟ الانفيرجن فاكتور بتاع الامبيدنس انفرتر. وطبعا في الادمتنس انفرتر بيبقى حاجه اسمها جي، وجي ده بيبقى عباره عن انفيرجن فاكتور بتاع الادمتنس انفرتر، لكن احنا كلامنا هنا على الامبيدنس انفرتر. كويس، الدائره اللي بتعمل الوظائف دي احنا ما اتكلمناش على تركيبها من جوه. تركيبها من جوه ممكن يتعمل بطرق كتير، كمثال احنا خدنا حاجه تشبهها جدا في اللو فريكونسي اللي هو مين؟ الايديال ترانسفورمر. الايديال ترانسفورمر بيغير في الامبيدنس، بيعمل عمليه ترانسفير للامبيدنس بشكل معين. فانت ممكن لو انت موصل امبيدنس معينه عند ملف الثانوي، ممكن تبص من عند ملف الابتدائي وتشوف امبيدنس ثانيه، وبيبقى عندك ساعتها الكي تربيع بيبقى عن التيرنز ريشيو، لو انت فاكر الكلام اللي اخدته في الايديال ترانسفورمر في اللو فريكونسي سيركتس. فهو الامبيدنس انفرتر ممكن يتعمل بحاجات كتير باكتر من طريقه، ممكن نعمله ديزاين بكومبوننت كتيره، في اكتر من شكل ممكن يشتغل لك كانه امبيدنس انفرتر. وده اللي احنا هنتعرف عليه بعد شويه، ان في حاجات كتير ممكن تشتغل كامبيدنس انفرتر في العملي. تمام؟ لكن احنا هتهمنا حاجات معينه، يعني هتهمنا دايره بشكل معين بتشتغل كامبيدنس انفرتر زي ما نشوف في سؤال الامتحان. طيب احنا ايه اللي بيبقى مطلوب مننا بالظبط في الجزء ده؟ في الجزء بتاع الامبيدنس انفرتر، مطلوب ان احنا نعمل ديزاين ببساطه. مطلوب ان احنا نعمل ديزاين لسيركت تشتغل كامبيدنس انفرتر. لما نيجي نتكلم على مساله الديزاين او قضيه الديزاين في الميكروويف سيركتس، عايزين نفهم بس ايه اللي بيمطلوب في الديزاين كوظيفه، وايه اللي بيمطلوب في الاناليسيس كوظيفه، او ايه الفرق بين الاناليسيس والديزاين. يعني الاناليسيس ببساطه بتبقى عندك الدايره معلومه والتركيب بتاعها معلوم والبارامترات كلها معلومه، وانت مطالب انك تحسب الحاجات الاساسيه اللي فيها، تحسب الحاجات اللي تلخص وظيفه الدايره.
ازاي يعني؟ زي ما اخدنا في اللو فريكونسي مثلا، دايره امبليفاير، دايره امبليفاير واصل فيها مثلا ترانزستور، واصل فيه شويه مقاومات، واصل فيه مثلا مكثفات. ايه المطلوب في الدايره دي؟ بيبقى معاك الترانزستور بخصائصه، ومعاك المقاومات بالقيم بتاعتها، ومعاك القيمه بتاعت الدي سي سبلاي، معاك كل حاجه. بتعمل ايه؟ بتحسب حاجات معينه في اللو فريكونسي سيركت، بتحسب حاجه اسمها الفولتج جين، بتحسب حاجه اسمها الكرنت جين، بتحسب حاجه اسمها الانبوت امبيدنس، بتحسب حاجه اسمها الاوتبوت امبيدنس. دول بتحسبهم حيث انت عارف ايه، عارف او موجود عندك الكونفيجريشن بتاع الدايره، يعني التوصيله بتاعت الدايره معروف، وقيم الكومبوننت بتاعت الدايره معروف. بعد ما اجيب الكونفيجريشن وقيم الكومبوننت معروفين، بروح احسب دول. اشمعنى بحسب دول؟ دول ممكن يحولوا لك السيركت بتاعتك لبلاك بوكس، لصندوق مقفول، ما يهمكش التركيب بتاعه من جوه عباره عن ايه، ما يهمكش خالص انك ترجع تاني تبص على الكومبوننت وعلى التوصيله. طول ما انت معاك القيم اللي في البرواز الابيض دي، تقدر من ساعتها تبص للدايره بتاعتك على انها عباره عن صندوق مقفول، واي انبوت داخل تقدر تتنبأ بالاوتبوت بتاعه عباره عن ايه. ليه؟ لو كان الانبوت ده عباره عن سيجنال، اقدر اعرف باستخدام الفولتج جين والكرنت جين والانبوت امبيدنس والاوت امبيدنس، اقدر اعرف الاوتبوت سيجنال عباره عن ايه. والعمليه دي اسمها عمليه الاناليزيس. العمليه اسمها عمليه مين؟ الاناليزيس. ايه لازمه الاناليزيس؟ لازمه الاناليزيس ان هو يخليك تقدر تعمل بريدكشن، يعني يبقى عندك سيركت، والسيركت دي لو انت اديت لها انبوت تقدر تستنتج الاوتبوت على طول، لو انت عامل اناليزيس مظبوط. ايه لازمه الاناليزيس؟ يخليك تستنتج الاوتبوت الناتج من اي انبوت، من اي انبوت هيخش على السيركت. طيب الكلام ده بيتعمل ازاي؟ مش بتمسك السيركت في كل مره تقعد تعمل لها اناليزيس من الصفر، لا، ده انت بتجيب بارامترز معينه، اللي هم البارامترز دول هو بارامترز معينه بتحسبهم، والبارامترز دول هم اللي بيخلوك تقدر تحسب الاوتبوت الناتج من اي انبوت. في المايكرويف سيركتس اللي بيحصل زي كده في الاناليزيس بالظبط، هم البارامترز دول اللي هم في الدايره البيضاء اللي احنا بنعلم عليها بالاخضر دلوقتي، هم البارامترز بتوع المايكرويف نتورك اللي احنا بنتعامل معاها. هم ممكن يكونوا الامبيدنس بارامترز، الزيت ماتريكس، او يكونوا الواي ماتريكس، او يكونوا السكاترنج ماتريكس، او يكونوا حتى الترانسميشن ماتريكس، ممكن يكونوا اي واحده من دول. المفروض لو بنعمل اناليزيس للمايكرويف سيركت، هتبقى المايكرويف سيركت عندك معلومه وانت هتعمل لها اناليزيس بحيث تستنتج الزد ماتريكس بتاعتها، او الواي ماتريكس بتاعتها، او الاس ماتريكس بتاعتها، او التي ماتريكس بتاعتها، تقدر تستنتج اي واحده منهم. استنتجت اي واحده منهم خلاص مش هترجع تبص على تركيب الدايره تاني. امال ايه؟ هدي لك اي انبوت تقدر تستنتج الاوتبوت. مثلا هدي لك الفيكتور بتاع الفولت، تقدر تحسب فيكتور والكرنت ازاي؟ باستخدام الزد ماتريكس. هدي لك الفيكتور بتاع الفولت، تقدر تجيب فيكتور ادي لك الفيكتور مثلا بتاع الانسيدنت فولتج، تقدر تجيب الفيكتور بتاع الريفليكتد فولتج باستخدام مين؟ السكاترنج ماتريكس، وهكذا وهكذا باستمرار. فده الاناليزس سواء في اللو فريكونسي او في المايكرويف، ان الكونفيجريشن والكومبوننت بيكونوا معلومين وانت بتحسب البارامترات، ومن البارامترات خلاص مش هترجع تبص تاني على الكونفيجريشن والكومبوننت. امال هتعمل ايه؟ اي انبوت هيدخل لك تقدر تتنبأ بالاوتبوت بتاعه. ده الاناليزس. الاتجاه التاني المعكوس اللي هو اتجاه الديزاين، يعني اللي فوق ده كله اتجاه الاناليزس زي ما احنا كاتبين على اليمين. الاتجاه التاني اللي هو عكسه بقى، اللي هو اتجاه الديزاين. اتجاه الديزاين بيبقى بالعكس. يعني ايه بالعكس؟ يعني البارامترات معلومه. مين اللي معلوم؟ البارامترات اللي هنا دي. يعني بقول لك اعمل ديزاين لسيركت تديني فولتج جين بكذا، وكرنت جين بكذا، وانبوت امبيدنس كذا، واوتبوت امبيدنس كذا. اعمل ديزاين. يعني اعمل ديزاين، يعني قول لي هتوصل الكومبوننت ازاي، والكومبوننت هتبقى قيمها ايه. انت اديني الكونفيجريشن بتاع الدايره، اديني توصيلتها، واديني انت قيم الكومبوننت بحيث ان الدايره تديني فولتج جين بكذا، وكرنت جين بكذا، وانبوت واوتبوت امبيدنس بكذا. ده في الديزاين. شبه الديزاين بتاع المايكرويف. يعني بقول لك اعمل ديزاين لمايكرويف سيركت، هبقى ايه المعطيات؟ هدي لك الماتريكس، يا اما هدي لك الزيت ماتريكس، هدي لك الواي ماتريكس، هدي لك الاس ماتريكس، هدي لك التي ماتريكس، هدي لك الاوبريشن بتاع، هدي لك الحاجات دي، واقول لك وصل انت الكومبوننت، واعمل انت الدايره اللي تديني ماتريكس شكلها كده. ده اللي هو المتطلب بتاع الديزاين في المايكرويف نتورك. طيب احنا هنتكلم عن ايه دلوقتي؟ هنتكلم على الديزاين بتاع الادميتنس انفرتر او الامبيدنس انفرتر. نتكلم على الديزاين ده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي، الديزاين اوف امبيدنس، الديزاين اوف امبيدنس انفرتر هنتكلم عليه دلوقتي. طب تتوقع ايه لما اقول لك الديزاين بتاع الامبيدنس انفرتر؟ هتتوقع ان انا هدي لك ماتريكس من دول. يعني هقول لك اعمل لي ديزاين لامبيدنس انفرتر، يعني هدي لك الزد بتاعته او الواي بتاعته او الاس بتاعته او التي بتاعته، واقول لك يلا قول لي الامبيدنس انفرتر يتعمل ازاي. الميزه هنا قبل ما نعمل عمليه الديزاين دي، ان الامبيدنس انفرتر من خصائصه اللي احنا كاتبينها باللون الاخضر في السلايد دي،
من الخصائص اللي احنا كاتبينها باللون الاخضر ان هو تو بورت ولوسلس وريسيبروكال وسيمتريك وشغال كمان كامبيدنس انفرتر. من كل الخصائص دي الماتريسيز بتاعته دي هي كمان ما بتبقاش ماتريسيز كده وبس، ما لهاش خصائص، لا هي كمان ليها خصائص معينه، الخصائص دي بتسهل علينا الديزاين. يبقى ده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي، هنتكلم على الخصائص بتاعه الماتريكس او الماتريسيز بتاعه الامبيدنس انفرتر اللي تخلي عمليه الديزاين سهله، اللي تخلي عمليه الديزاين ايه سهله. طيب السؤال دلوقتي هنتكلم على خصائص انهي ماتريكس بالظبط، الاس ولا الواي ولا الزد ولا التي، هتكلم على انهي ماتريكس بالظبط الخصائص بتاعتها اللي انت بتقول بتسهل الكمبيوتيشن او بتسهل الديزاين. يعني انت لما تقول لي اعمل ديزاين لامبيدنس انفرتر هتديني مين؟ هتديني الزد وتقول لي اعمل ديزاين، ولا تديني الواي ولا الاس ولا التي؟ انا هدي لك الاس، هدي لك الاس واقول لك اعمل ديزاين. ليه؟ خصائص الاس هتبقى سهله خالص، فادي لك الاس والاس هتبقى خصائصها سهله خالص، وده هيسهل عليك عمليه الديزاين تماما. فاحنا دلوقتي هنتكلم على السكاترنج ماتريكس بتاعه الامبيدنس انفرتر خصائصها ايه، وده اللي هيسهل علينا عمليه الديزاين. فده اللي خلينا لازم نتكلم على خصائص السكاترنج ماتريكس، الاس ماتريكس، الاس ماتريكس اوف امبيدنس انفرتر، اوف امبيدنس انفرتر. هنتكلم على الخصائص بتاعتها اللي هتسهل علينا ايه عمليه الديزاين. طب ايه الخصائص بتاعتها؟ هو اول حاجه الامبيدنس انفرتر ده عباره عن تو بورت نتورك، تو بورت نتورك، يبقى نقدر نبدا نقول ده عباره عن السكاترنج ماتريكس بتاعته، عشان هو تو بورت نتورك اس 1 1 اس 1 2 اس 2 1 اس 2 2 عشان هو تو بورت نتورك. نبدا نابلاي الخصائص بتاعته. اول خاصيه ان هو سيمتريك، طالما سيمتريك يبقى اس 1 1 بتساوي اس 2 2، يبقى دي تبقى اس 1 1 ودي اس 1 1. ثاني خاصيه ان هو ريسيبروكال، ريسيبروكال يبقى هتبقى الماتريكس نفسها سيمتريك، يعني اس 1 2 بتساوي اس 2 1، اس 1 2 بتساوي اس 2 1، كده اختصرنا عدد الفاريبلز. ثالث خاصيه ليه ان هو لوسلس، وفي اللوسلس ريسيبروكال تو بورت نتورك كانت في خاصيه اثبتناها في التسجيلات اللي فاتت ان الاس في الاس كونجكت بتساوي اليو، فدي خاصيه نبدا نطبقها ونستفيد منها ان اس في اس كونجكت بتساوي اليو. طب طالما اس في اس كونجكت بتساوي اليو بنقدر نكتب ان الاس اللي عباره عن اس 1 1 اس 1 2 اس 1 2 اس 1 1 لما تضرب في الاس كونجكت اللي هو اس 1 1 كونجكت 1 2 كونجكت 1 1 كونجكت، لما تضربوا في بعض يديني اليو، اليو اللي هي معروفه 1 0 0 1. هنضرب الصف الاول في العمود الاول هيطلع القيمه بتساوي 1 اللي هو المكان اللي في الصف الاول والعمود الاول في مصفوفه اليو، بعد كده نضرب الصف الاول في العمود الثاني، فكده نقدر نطلع بمعادلتين مختلفتين. المعادله الاولى هنطلع بيها لما نضرب الصف الاول في العمود الاول، يبقى هنضرب الاليمنت ده في الاليمنت ده زائد الاليمنت ده في الاليمنت ده، ده الصف الاول في العمود الاول. اس 1 1 في الكونجكت بتاعه يعني ماجنيتيود اس 1 1 تربيع، والسكاترنج ماتريكس ان جنرال عباره عن كومبلكس بارامترز زي ما قلنا قبل كده، زائد اس 1 2 في الكونجكت بتاعه يعني ماجنيتيود اس 1 2 تربيع، حصل ضربهم هيطلع بيساوي الاليمنت اللي هنا اللي هو الواحد ده، مثل قيمته بتساوي 1. الكلام ده معناه نقدر نستنتج ان اس 1 1 واس 2 واس 1 2 الماجنيتيود بتاعهم مرتبط بالعلاقه دي، ان الماجنيتيود بتاع اس 1 2 عباره عن الجذر التربيعي لواحد ناقص الماجنيتيود بتاع اس 1 1 تربيع. دي المعادله الاولى اللي احنا استنتجناها اللي هي هتسهل علينا الخصائص بتاعت السكاترنج ماتريكس بتاعت الامبيدنس انفرتر وتخلي الديزاين بتاعه سهل. طيب ايه كمان بعد كده؟ نقدر نضرب بعد كده الصف الاول في العمود الثاني. لو ضربنا الصف الاول في العمود الثاني يبقى هنضرب كالتالي، هنضرب الاليمنت اللي بالاخضر في الاليمنت اللي بالاخضر الصف الاول في العمود الثاني، وبعد كده نضرب الاليمنت اللي بالاحمر في الاليمنت اللي بالاحمر، كده الصف الاول في العمود الثاني. هيطلع الناتج بيساوي مين؟ هيطلع الناتج بيساوي المكان العنصر الموجود في الصف الاول للعمود الثاني اللي هو الصفر ده، ده هيطلع الناتج بتاعه، هيطلع بيساوي صفر. فيبقى اس 1 1 مضروب في اس 1 2 كونجكت زائد اس 1 2 مضروب في اس 1 1 كونجكت، الكلام ده بيساوي صفر. طبعا لما تضرب عدد في الكونجكت لما تضرب العدد في الكونجكت بتاع الثاني، الكونجكت بتاع العدد المركب بيجي بانك انت بتحط الزاويه بتاعته بالسالب، يعني هيبقى عندنا ماجنيتيود اس 1 1 في ماجنيتيود اس 1 2، هيبقى عندي هنا زاويه الاس 1 1 1 زي ما هي، زاويه ال 1 2 هي اللي بقت بالسالب، زائد الماجنيتيود بتاع اس 1 1 في ماجنيتيود اس 1 2 في اس جي زاويه ال 1 2 بالموجب وزاويه ال 1 1 بالسالب، الكلام ده بيساوي صفر. طبعا الماجنيتيود في الماجنيتيود دول ما بيساويوش صفر، والا اصبحت الماتريكس كلها بتاعتنا بتساوي صفر، اصبح الموضوع ده تريفيال. فالماجنيتيود في الماجنيتيود ما بيساويوش صفر، فممكن اقسم المعادله كلها عليهم، وبالتالي هيطلع عندي ان الاي اس جي فاي 1 1 ناقص فاي 1 2 اللي هي زاويه الاس بتساوي سالب الاي اس جي فاي 1 2
ناقص فاي 1 1. طبعا السالب ده يعني تقدر تقول ان هو عبارة عن موجب او سالب باي. ده السالب عبارة عن موجب او سالب باي. بالتالي دول عددين مركبين متساويين، فالواحد بيساوي الواحد اللي هو الماجنيتيود، والانجل بتساوي الانجل. فممكن تكتب ان فاي 1 1 ناقص فاي 1 2 بتساوي فاي 1 2 ناقص فاي 1 1 زائد او سالب باي. لما ترتب المعادلة تقدر تستنتج ان فاي 1 1 ناقص فاي 1 2 بتساوي موجب او سالب باي على 2. بإذن الفرق ما بين الزاوية بتاعت الاس 1 1 والزاوية بتاعت الاس 1 2 هيطلع موجب او سالب باي على 2. ده الفرق في الزاوية بينهم هما الاثنين. احنا هنا لحد هنا ممكن نختار بقى ان اس 1 1 يكون ريال. الاس 1 1 نفسه is assumed to be real. هنفرض ان الاس 1 1 ريال. هو انا عندي حريه ان انا اختار الاس 1 1 يكون ريال او ما يكونش ريال. انت عندك حريه تعمل كده، وده كلام قلناه في الديفينيشن بتاع السكاترنج بارامترز زمان. لما قلنا السكاترنج بارامترز ممكن بتعملها ديفينيشن دايما عند مكان التيرمينال بلين، عند مكان التيرمينال بلين. فلو انت شفت التيرمينال بلين انت كل اللي بتعمله انك انت بتغير الفيز بتاع الريفليكشن كوفيشنت، التشفيت بتاع التيرمينال بلين، انك ترجع تيرمينال بلين لورا او تحط تيرمينال بلين لقدام. لو عندك مثلا ترانسميشن لاين بورت بالشكل ده وانت عامل ديفينيشن مثلا لتيرمينال بلين عندها هنا، ده تيرمينال بلين، والله يتحرك التيرمينال بلين لقدام او ترجعه لورا، الحركه بتاعت قدام ورا بتاعت تيرمينال بلين كل اللي بتعمله ان هي بتغير الفيز زي ما احنا عارفين من ترانسميشن لاين من زمان، بتغير الفيز بتاع الريفليكشن كوفيشنت، الفيز بتاع الاس، الفيز بتاع الاس هو اللي بيتغير. فممكن اغير الفيز بتاع اس 1 1 لحد ما اخلي الاس 1 1 ريال. لو بقيت الاس 1 1 ريال والمفروض يكون ماجنيتيود اس 1 2 زي ما استنتجنا، الجذر التربيعي الواحد ناقص ماجنيتيود اس 1 1 تربيع، وفرق الفيز بينهم هما الاثنين موجب او سالب 90، الكلام ده معناه ان اس 1 2 بتساوي موجب او سالب جي مضروبه في الجذر التربيعي الواحد ناقص اس 1 1 تربيع. يبقى ده اللي احنا فرضناه بقى. فرضنا ان الاس 1 1 ريال، واستنتجنا منها باستخدام المعادله المعادلتين اللي فاتوا ان اس 1 2 هتبقى موجب او سالب جي في الجذر التربيعي الاس 1 1 للجذر التربيعي الواحد ناقص الاس 1 1 تربيع. يبقى الكلام ده احنا طلعناه ليه؟ عشان خاطر النتورك بتاعتنا اللي هي الامبيدنس انفيتر عباره عن تو بورت ريسيبروكال لوسلس سيمتريك نتورك. كل ده خلانا اختصرنا العلاقات بين اس 1 1 واس 1 2 للدرجات دي. برضه ده ماله بالديزاين؟ الديزاين انت هتديني ايه في الديزاين؟ في الديزاين هقول لك اعمل لي الامبيدنس انفرتر اللي الاس بارامترز بتاعته بالشكل الفلاني. لا ده احنا لو اشتغلنا كمان تاني على الاس بارامترز بتوع الامبيدنس انفرتر ممكن نخلي مساله الديزاين اسهل بكتير. ازاي يعني؟ يعني ممكن اخليك انت عشان تقول لي اعمل ديزاين الامبيدنس انفرتر انت مش هتديني اس 1 1 واس 1 2 وتقول لي كون الدايره. امال ايه؟ انت كل اللي انت محتاجه انك تديني الكي بس اللي هو الانفرجن فاكتور. تديني الكي اللي هو الانفرجن فاكتور، وانا بعد ما تديني الكي اقدر اطلع اس 1 2 واس 1 1 وديزاين الدايره. يبقى معروف ان مساله الديزاين في الميكروويف المفروض انك هتديني السكاترنج بارامترز تقول لي اعمل الدايره، هتديني السكاترنج بارامترز تقول لي اعمل الدايره اللي السكاترنج بارامترز بتاعتها كده. بس انت مش مطالب كمان في الامبيدنس انفرتر تديني السكاترنج بارامترز. امال الامبيدنس انفرتر عشان ليه خصائص معروفه انت كل المطالب انك تعمله انك تديني الكي بس بتاعه، الانفرجن فاكتور بتاعه، وانا من الكي بتاعته الانفرجن فاكتور بتاعه انا هستنتج انا اس 1 1 المفروض يبقى شكلها ازاي واس 1 2 المفروض يبقى شكلها ازاي، واعمل ديزاين للامبيدنس انفرتر بناء عليهم لو انت مديني الكي اللي هو الانفرجن فاكتور. طيب معنى كده ان احنا عايزين نريليت الاس 1 1 واس 1 2 للكي، عايزين نعمل عمليه ريليشن نريليت نربط اس 1 1 واس 1 2 هما الاثنين بالكي. طيب ازاي نربط اس 1 1 واس 1 2 بالكي؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. عشان نعمل عمليه الربط دي هنرجع للديفينيشن بتاع اس 1 1 والديفينيشن بتاع اس 1 2. ايه الديفينيشن بتاع اس 1 1؟ الديفينيشن بتاع اس 1 1 ان هي كانت بتساوي الريفليكتد فولتج عند بورت 1 مقسوم على الانسيدنت فولتج عند بورت 1 بس عند كونديشن ان بورت 2 ماتشد، ان بورت 2 ماتشد. ماتشد يعني ما فيش عندها اي انسيدنت ويف، بورت 2 ماتشد. ده الديفينيشن بتاع الريفليكشن كوفيشنت اللي هو اس 1 1 عباره عن ريفليكتد عند بورت 1 على انسيدنت بورت 1 لما تكون بورت 2 ماتشد. خلي بالك معنى كلمه بورت 2 ماتشد يعني انت موصل لود عند البورت 2 بيساوي الكاركترستيك امبيدنس بتاعت البورت. عشان تعمل ماتشنج عند بورت 2 لازم توصل لود قيمته بتساوي الزيت نوت بتاع بورت 2 اللي هو الكاركترستيك امبيدنس بتاعت بورت 2.
طيب ساعتها الاس واحد واحد هتبقى قيمته بتساوي كام؟ هتبقى قيمته بتساوي لو عايز تحسبه الانبوت امبيدنس اللي انت شايفها من عند بورت واحد ناقص واحد على الانبوت امبيدنس اللي انت شايفها عند بورت واحد مجموع عليها واحد، والكلام ده لازم يكون نورماليزد. طب الانبوت امبيدنس عند بورت واحد ساعتها بتساوي كام؟ من الديفينيشن بتاع الامبيدنس انفرتر، الانبوت امبيدنس عند بورت واحد عباره عن الكي تربيع مقسوم على الزيت لود عند بورت 2. طب الزيت لود عند بورت 2 عند الماتشنج كونديشن عباره عن الزيت مود بتاع بورت 2، يبقى معنى كده ان الانبوت امبيدنس عند بورت واحد عباره عن كي تربيع مقسوم على زيت نوت 2. مقسوم على زيت نوت 2. طبعا من السيمتري بتاعت الدايره، من السيمتري بتاعت الامبيدنس انفرتر، السيمتري تقتضي ان تكون الزيت نوت بتاعت بورت 2 بتساوي الزيت نوت بتاعت بورت 1 بتساوي زيت نوت. كاركترستيك امبيدنس بتاعت كل البورتس متساويه. كاركترستيك امبيدنس بتاعت كل البورتس متساويه، ده عشان تكون النتورك بتاعتك سيمتريك. وبالتالي لو رجعنا في المعادله بتاعتنا بتاعت حساب الاس 1 1 اللي هي بتقول الزيت انبوت عند بورت 1 نورماليزد ناقص الواحد على الزيت انبوت عند البورت 1 نورماليزد زائد 1، نقدر نقول الكلام ده بيساوي. طبعا الزيت انبوت نورماليزد اللي هي عباره عن الزيت انبوت على زيت نود بتاعت بورت 1. الزيت انبوت على زيت نود بتاعت بورت 1. زيت نود بتاعت بورت 1 اللي هي تساوي زيت نود بتاعت بورت 2 لان النتورك بتاعتي سيمتريك. بالتعويض عن زيت انبوت بتاعت بورت 1 اللي هي عباره عن كي تربيع مقسومة على زيت نوت مقسومة تاني على زيت نوت والاثنين متساويين، يبقى كي تربيع على زيت نوت تربيع ناقص الواحد على تحت كي تربيع على زيت نوت تربيع زائد الواحد. يبقى كده نقدر نستنتج ان الاس واحد واحد علاقتها بالكي تربيع زي ما احنا رسمين كده، وهنسمي الكي على الزيت نوت هنسميها كي داش، يبقى ده كي تربيع ناقص واحد على كي داش تربيع زائد واحد، حيث الكي داش بيساوي الانفيرشن فاكتور مقسوم على الكاركترستيك امبيدنس بتاعت البورت، ده اللي احنا بنسميه نورمالايزد انفيرشن فاكتور. نورمالايزد انفيرشن فاكتور. يبقى كده عرفنا ان اس واحد واحد تطلع قيمتها بالشكل ده، تطلع قيمتها بتساوي الكي داش تربيع ناقص واحد على الكي داش تربيع زائد واحد، ده من الديفينيشن بتاع الاس واحد واحد. طب تقدر تجيب اس واحد اتنين ولا ما تقدرش؟ نقدر من العلاقه اللي احنا كتبناها هناك. احنا طبعا كده خلينا الاس واحد واحد ريال. ليه ريال اس واحد واحد؟ لان الكي داش تربيع هتبقى عباره عن ريال ناقص واحد على كي داش تربيع زائد واحد ريال، فانت قاسم ريال على ريال، فالاس واحد واحد قدامنا ريال زي ما احنا كاتبين كده. طالما ريال يبقى فعلا ممكن اطبق المعادله اللي تربط بين اس واحد واحد واس واحد اتنين اللي هي المعادله دي، فاقدر احسب اس واحد اتنين بتساوي كام، فاقدر اقول كده ان اس واحد اتنين علاقتها بالكي انها عباره عن موجب او سالب جي في الجذر التربيعي الواحد ناقص اس واحد واحد تربيع. اعوض عن اس واحد واحد بدلاله الكي داش فيطلع لي الاس واحد اتنين العلاقه بتاعته كالتالي. طبعا بعد التعويض وبعد الاختصار يطلع اس واحد اتنين بيساوي موجب او سالب جي في اتنين كي داش على تحت كي داش تربيع زائد واحد. ودول المعادلتين بتوع اس واحد واحد واس واحد اتنين، ادي الاس واحد اتنين وادي المعادله بتاعت اس واحد واحد. يبقى كده نقدر نعمل الديزاين بسهوله. يبقى حققنا الغرض بتاعنا، الغرض بتاعنا كل اللي عليك لما تيجي تطلب مني امبيدنس انفرتر انك تقول لي عاوز الانفرجن فاكتور بتاعه بكام؟ اللي هو الكي. وانا احسب منه حاجه اسمها النورماليزد انفرجن فاكتور اللي هو اقسم كي على الكاركترستيك امبيدنس بتاعت البورت. طبعا البورت انا اللي هعمل لها ديزاين، فانا اللي عارف الكاركترستيك امبيدنس بتاعتها انا هحطها بكام. فانا اللي هختار زيت نوت اللي هي كاركترستيك امبيدنس بتاعت البورت، فهقسم الكي على زيت نوت واطلع الكي داش. بعد ما اطلع الكي داش اقدر احسب اس واحد واحد بكام واس واحد اتنين بكام. وطالما انت عارف اس واحد واحد واس واحد اتنين تقدر تعمل الميكروف نتورك اللي تدي لك اس واحد واحد كده تدي لك اس واحد اتنين كده. بالشكل الحالي لحد هنا نقدر نعمل على فكره ديزاين للامبيدنس انفرتر من المعادلات بتاعتنا دي مباشره. بس الديزاين بالسكاترنج ماتريسيز او بالسكاترنج بارامترز برضه صعب. يعني انا لو وصلت لغايه الخطوه بتاعت ان معايا اس واحد واحد ومعايا اس واحد اتنين صعب استعملهم في الديزاين. في الديزاين بتاع الامبيدنس انفرتر. ليه؟ لان احنا متعودين نربط الكومبوننت بتاعت الدايره بالامبيدنس والادمتنس مش بالاس مش بالسكاترنج بارامتر. وحتى لو عندي الاس اللي هو السكاترنج بارامتر هحاول احسب منه انبوت امبيدنس وانبوت ادمتنس عشان اعرف اعمل الدايره بتاعتي.
يعني مثلا كمثال الدايره بتاعت الباي اللي احنا خدناها في اول كلامنا خالص، في اول مثال خالص بتاعت الباي نتورك، الباي نتورك لما كانت معاك واي 1 1 وواي 1 2 قدرت ترسم الباي نتورك وتحط القيم بتاعت الكومبوننت بتاعت كل حاجه. انا نفس القصه برضو لازم يبقى معايا ادمتنس بارامترز او امبيدنس بارامترز عشان اقدر ارسم الكونفيجريشن بتاع الدايره واحط القيم بتاعت كل حاجه. فبالاس 1 1 والاس 1 2 مش هنقدر نقف عند كده واحنا بنعمل ديزاين لامبيدنس انفرتر. امال هنضطر نتصرف ازاي؟ لا، عايزين يبقى عندنا امبيدنس بارامترز عشان نقدر نعمل منها الديزاين. طب هجيب الامبيدنس بارامترز ازاي؟ انا ممكن استعمل المعلومه بتاعت اللي انا عارفها بتاعت الايفن اكسايتيشن والاود اكسايتيشن. ايه معلومه الايفن والاود اكسايتيشن؟ المعلومه اللي بتقول ان احنا عارفين تماما ان الاس 1 1 عباره عن نص الاس ايفن زائد الاس اود، والاس 1 2 عباره عن نص الاس ايفن ناقص الاس اود. وبالتالي انت ممكن تجيب الاس ايفن وممكن تجيب الاس اود من المعادلتين دول، ممكن تحسب اس ايفن واس اود، يعني ممكن تعكس المعادلتين تقول اس ايفن قيمتها بتساوي اس 1 1 زائد اس 1 2، ممكن تجيب الاس اود قيمتها بتساوي اس 1 1 ناقص اس 1 2. طبعا هتعوض في المعادلتين اللي فاتوا، تعوض عن اس 1 1 اللي احنا حسبناها، تعوض عن اس 1 2 اللي احنا حسبناها بدلاله الكي داش. لما تعوض عنهم بدلاله الكي داش تقدر تثبت بنفسك ان الاس ايفن قيمتها تطلع بتساوي كي داش تربيع ناقص 1، كي داش تربيع ناقص 1 زائد او ناقص جي 2 كي داش. كل دي عمليات جبريه بسيطه تقدر تعملها مع نفسك اختصارا للوقت بتاع الفيديو على كي داش تربيع زائد 1، بدل ما نضيع وقت الفيديو في عمليات جبريه بسيطه. الاس اود تبقى قيمتها بتساوي كي داش تربيع ناقص 1، المره دي ناقص او زائد، مش زائد او ناقص، ناقص او زائد جي 2 كي داش على تحت كي داش تربيع زائد 1. طبعا معنى كلمه ناقص او زائد وزائد او ناقص يعني لو جيت في الاس ايفن وخدت الزائد هتيجي في الاس اود وتاخد الناقص، لو جيت في الاس ايفن وخدت الناقص هتيجي في الاس اود وتاخد الزائد، عشان هما الاثنين الترتيب بتاعهم معكوس. جبت الاس ايفن والاس اود برضو دول عباره عن سكاترنج بارامترز، انا عايز اتعامل بامبيدنس مش عاوز اتعامل بريفليكشن كوفيشنت، عشان الديزاين من الامبيدنس اسهل من الديزاين بريفليكشن كوفيشنت. ممكن استعمل البارامترز دي عشان احسب الزد. هو الاس ايفن ايه الديفينيشن بتاعه؟ الاس ايفن الديفينيشن بتاعه ان هو عباره عن الانبوت امبيدنس في حاله الايفن اكسايتيشن اللي احنا بنسميها زد انبوت ايفن نورماليزد ناقص 1 على الانبوت امبيدنس في حاله الايفن اكسايتيشن بس زائد 1، ده الاس ايفن. وبالتالي ممكن نعكس المعادله دي، ممكن نحسب الزد اللي احنا بنسميها زد اي زد ايفن دي اللي هي الانبوت امبيدنس النورماليزد في حاله الايفن اكسايتيشن، ده عباره عن 1 زائد اس ايفن على 1 ناقص اس ايفن، عكسناها. لما تطبق كده وتعوض عن اس ايفن فوق وتحت يطلع الكلام ده بيساوي موجب او سالب جي في الكي داش، تطلع معادله سهله جدا. بنفس الطريقه احنا عارفين الديفينيشن بتاع اس اود عباره عن الانبوت امبيدنس في حاله الاود اكسايتيشن ناقص 1، طبعا نورماليزد، الانبوت امبيدنس في حاله الاود اكسايتيشن زائد 1 ونورماليزد. فالكلام ده لو عكسناه نقدر نجيب الزيت اود، نقدر نجيب الزيت اود نورماليزد 1 زائد اس اود على 1 ناقص اس اود، لما تطبق كام تطلع سالب او موجب جي كي داش. وده اللي يسهل عليك الديزاين. الديزاين بالامبيدنس اسهل بكتير من انك انت تعمل الديزاين او تحاول تعمل الديزاين بالادمتنس. ديزاين بالامبيد من انك تحاول تعمل الديزاين بالسكاترنج بارامترز او السكاترنج كوفيشنتس. الديزاين بالامبيدنس اسهل. طيب يعني لما اجي اعمل ديزاين هيبقى طريقه الديزاين ازاي؟ هتبقى طريقه الديزاين كالتالي، بدل ما ادي لك النورمال، بدل ما ادي لك الانفيرجن فاكتور، بدل ما ادي لك الانفيرجن فاكتور وتروح انت قاسمه على الزيت نوت وتجيب الكي داش وبعدين تحسب اس 1 1 واس 1 2 عشان تعمل النتورك بتاعتك، لا هتمشي بخطواتك عادي، هدي لك الكي هتروح قاسمه على زيت نوت عشان تجيب الكي داش وبعدين مش هتحسب اس 1 1 واس 1 2، امال هتحسب الزيت ايفن وتحسب الزيت اود. لما تحسب الزيت ايفن يبقى ساعتها معاك الانبوت امبيدنس بتاعه النتورك في حاله الايفن اكسايتيشن، ومعاك الانبوت امبيدنس بتاعه النتورك في حاله الاود اكسايتيشن. يعني ايه ايفن اكسايتيشن اود اكسايتيشن؟ يعني انت واخد نص النتورك وحاطط اوبن سيركت في مكان البلين اوف سيمتري او شورت سيركت في مكان البلين اوف سيمتري. طب ايه لازمه الموضوع ده؟ انك كده خلاص عملت ديزاين لنص الدايره والنص الثاني زيه عشان الدايره سيمتريك،
كده انت هتقدر تعمل ديزاين لنص الدايره فعلا، والنص الثاني من الدايره هيبقى زي بالظبط عشان الدايره سيمتريك. فده هيسهل عليك الديزاين خالص بالايه؟ بالامبيدنس، بالايفن امبيدنس او الاود امبيدنس. طبعا لما تيجي تعمل الديزاين هتبقى انت حر في الاختيار، يعني اديت لك الكي وانت حسبت الكي داش، لو جيت في الامبيدنس الايفن خدت الموجب جي كي داش وخدت في الامبيدنس الاود سالب جي، يبقى تاخد في الامبيدنس الاود سالب جي كي داش. لو جيت في الديزاين ده اختيارك انت، لو جيت في الديزاين خدت سالب جي كي داش يبقى تيجي في الاود تاخد مين؟ موجب تاخد موجب جي كي داش. طبعا في الديزاين هتعوز المعادلتين، يعني هتعوز تحسب الزيت ايفن نورمالايز، تحسب الزيت اود نورمالايز، تحسب الاثنين الزيت ايفن والزيت اود، هتحسبهم هما الاثنين نورمالايز في الديزاين بتاعتك. الكلام عشان يوضح هنحتاج نشوف مساله ديزاين، عشان يوضح الكلام هنحتاج نشوف مساله ديزاين. طبعا الامبيدنس انفرتر ده احنا مش اول مره نشوفه في الحياه، يعني هو موجود في حاجات كتير، واحنا لما درسنا الترانسميشن لاين في سنه تانية ترانسميشن لاين كان مثال على امبيدنس انفرتر. لو انت خدت ترانسميشن لاين طوله بيساوي لامدا على 4، لامدا على 4 هيعمل لك انفرجن للامبيدنس، وده كلام درسناه قبل كده في الترانسميشن لاين. احنا مش هنعمل امبيدنس انفرتر بالترانسميشن لاين طول لامدا على 4، هنعمل امبيدنس انفرتر بدايره معينه، والدايره دي اللي هيبينها لنا السؤال بتاع الامتحان. فهنيجي دلوقتي نشوف سؤال الامتحان شكله ازاي، ونبدا نشوف ازاي نقدر نستعمل معادلتين الديزاين اللي هما المعادلتين اللي عليهم نجمه خضراء. المعادلتين اللي عليهم نجمه خضراء دول معادلتين الديزاين، ازاي نقدر نستعملهم في عمليه الديزاين بتاعت الامبيدنس انفرتر. طبعا الكلام كله هنا على الامبيدنس انفرتر. الادمتنس انفرتر هتلاقي ثيري زي الثيري دي بالظبط مكتوبه بالتفصيل في الورق، وانت عليك انك انت تذاكرها، هتلاقي الموضوع سهل ما فيهوش مشكله. تعال نشوف سؤال الديزاين بتاع الامتحان. سؤال الديزاين بتاع الامتحان بيقول عندك الاي بي سي دي ماتريسز بتاع 3 كاسكيدد سيكشنز، يعني عندي 3 كاسكيدد سيكشنز، عندي 3 كاسكيدد سيكشنز، سيكشنز ورا بعض كاسكيدد. الاي بي سي دي ماتريكس اللي هي الترانسميشن ماتريكس بتاعتهم جيفن باي تي 1 وتي 2 وتي 3 ريسبكتيفلي، مدي لك تي 1 وتي 3 كوساين فاي، جي زد نوت ساين فاي، جي واي نوت ساين فاي، كوساين فاي، مدي لك تي 2 1 0 1 على جي اكس 1. السيكشنز دي بيقول لك عايزين نستخدمها مع بعضها كامبيدنس انفرتر بحيث يبقى الانفرشن كونستانت بتاعه كي سكوير. هات الريليشنز المعادلات اللي بتاعت الديزاين اللي هتحكم الزيت نوت والفاي والكي، تحكم زيت نوت وفاي وكي. ده السؤال بتاع الامتحان. يبقى سؤال الامتحان بيقول لك في ثلاثه سيكشنز، ثلاثه سيكشنز دول مدي لك الاي بي سي دي ماتريكس بتاعتهم، وبقول لك عايزين نستخدمهم كامبيدنس انفرتر، ومديك الانفرشن كونستانت بتاعه اللي هو الكي سكوير ده، انفرشن كونستانت. بيقول لك طلع معادلات الديزاين، معادلات الديزاين هي معادلات الزيت نوت والفاي والكي. في الامتحان لما تيجي تحل السؤال ده بتاع الامبيدنس انفرتر هتستنتج المعادلات بتاعت الديزاين من الاول بتاعت الزيت ايفن والزيت اود. انا هستخدم معادله الزيت ايفن والزيت اود اللي هي موجوده في السلايد اللي فاتت، هستخدمها زي ما هي على طول، اللي هم المعادلتين عليهم نجمه خضراء، انا هستخدمهم على طول. لكن انت في الامتحان لازم تستنتج المعادلتين دول من البدايه بالطريقه اللي احنا شرحناها. طيب اول حاجه عاوزين نعرف شكل الدايره. انت بتعمل ديزاين لدايره يبقى لازم تعرف شكلها ازاي. هو مدي لك الدايره بيقول لك ثلاثه سيكشن، والسيكشن الاول والثالث زي بعض، ايدنتيكال، متطابقين، الاول والثالث زي بعض. ليه الاول والثالث زي بعض؟ عشان ليهم نفس الترانسميشن ماتريكس، والترانسميشن ماتريكس دي بتاعت الترانسميشن لاين. يبقى اذا انا عندي اثنين ترانسميشن لاين، السيكشن الاولاني ده عباره عن ترانسميشن لاين، والسيكشن الثالث عباره عن ترانسميشن لاين. والترانسميشن لاين الاولاني والثالث الاثنين ليهم نفس البارامترات، يعني ده زيت نوت وده زيت نوت كاركترستيك امبيدنس، والاثنين ليهم نفس الالكتريكال لينث، ليهم نفس الفاي الالكتريكال لينث. فدي تبقى عباره عن بورت الاولى، ودي عباره عن البورت الثانيه، دي اللي هي الانبوت بورت اللي هي في اول الدايره خالص، ودي اللي هي الاوتبوت بورت اللي هي في اخر الدايره خالص. في النص في سيكشن الترانسميشن بارامترز بتاعته شكلها كده، ودي اخذناها كمثال في النص، ده كان عباره عن الشنط رياكتنس، ده كان عباره عن الشنط رياكتنس، ودي اخذناها كمثال واحنا بنشرح خلال التسجيل. فده عباره عن الشنط رياكتنس اللي هي كانت شكلها كده، اللي عباره عن جي اكس، دي الترانسميشن ماتريكس بتاعته. يبقى كده حسبنا الترانسميشن ماتريكس بتاعتهم هم، من الترانسميشن ماتريكس بتاعتهم هم الثلاثه، قدرنا نرسم الشكل بتاع النتورك، ودي حاجه مهمه جدا. في الامتحان بيبقى مش راسمها لك، وانت محتاج الرسم بتاعتها عشان تعرف تحل السؤال، فلازم تجيب الرسم بتاعتها عشان تعرف تحل السؤال من رسمتها، تمام؟ فالسيركل زي ما احنا شايفين قدامنا سيمتريك وكل حاجه. طيب انا هبدا احل المساله دي بايه؟ ببساطه شديده المساله دي بيقول لي عايز البتاع اللي قدامك ده يشتغل كامبيدنس انفرتر بانفرجن كونستانت كي تربيع، اعمل له ديزاين. عشان اعمل له ديزاين انا هحسب له الزيت ايفن نورمالايزد، واحسب له الزيت اود نورمالايزد، واستخدم معادلتين الديزاين اللي عليهم نجمه خضراء. ادي حل السؤال، هحسب له زيت ايفن نورمالايزد والزيت اود نورمالايزد،
ونعمل ديزاين بالمعادلتين اللي عليهم نجمه خضراء، بس انت في الامتحان لازم تزود انك تثبت المعادلتين اللي عليهم النجمه الخضراء. فتعال نعمل ايفن اكسايتيشن ونحسب زيت ايفن، ونعمل اود اكسايتيشن ونحسب زيت اود. طبعا هنعمل الطريقه بتاعتنا، الدايره عشان سيمتريك لازم نفصلها لحتتين، فلما نفصلها حتتين هنمسك الجزء اللي في النص، اديني بعيد وازيد فيها كتير اهو، الجزء اللي في النص اللي هو الرياكتانس هنخليه 2 رياكتانس على التوازي، طبعا هيتضرب في 2 هيبقى دي جي 2 اكس ودي جي 2 اكس، وادي السيركت بتاعتك بعد ما فصلنا. فين البلين اوف سيمتري؟ البلين اوف سيمتري هيبقى في النص، ادي بلين اوف سيمتري، ده اللي احنا هنشتغل فيه، ده اللي بالتالي ممكن نشتغل عليه ونحط اوبن سيركت او نحط شورت سيركت، فنقدر نمسح الجزء اللي هو الناحيه دي خالص، هيشتغل على نص الدايره بالظبط. خلاص عندي البلين اوف سيمتري، هبدا اعمل ايفن اكسايتيشن. هعمل ايه؟ ايفن مود اوف اكسايتيشن، يبقى اسيب الجزء ده عباره عن اوبن سيركت. ده خلي بالك ترانسميشن لاين كاركترستيك امبيدنس زيت نوت والكتريكال لينث بيساوي فاي. هنحسب الانبوت امبيدنس من عند بورت واحد، ساعتها هي دي اللي عباره عن زيت ايفن، هي دي اللي عباره عن زيت ايفن. طب نرجع للقانون بتاع الانبوت امبيدنس، نورماليزد انبوت امبيدنس. القانون كان بيقول ان نورماليزد انبوت امبيدنس قيمتها بتساوي الزيت لود نورماليزد، راجع قوانين الامبيدنس بتاع الترانسميشن لاين، زائد جي في تان فاي على 1 زائد جي زيت لود نورماليزد مضروبه في تان فاي. زيت لود اللي هو اللود اللي واصل معايا، طب زيت لود ده قيمته بكام؟ جي 2 اكس، عشان تحسبها نورماليزد يبقى تقسم على الزيت نود بتاع الترانسميشن لاين. هنسمي الاكس على زيت نود هنسميها اكس داش اللي هي نورماليزد رياكتنس، هنسميها اكس داش اللي هي نورماليزد رياكتنس، يبقى اكس داش عباره عن النورماليزد نورماليزد رياكتنس الاكس داش. هنعوض هيبقى الزيت ايفن نورماليزد قيمتها بتساوي زيت لود نورماليزد اللي هي جي 2 اكس داش زائد جي ادي تان فاي على تحت 1. طبعا لما نعوض عن الزيت لود يبقى ناقص 2 اكس داش تان فاي. هنا بقى هنبدا نحط معادله الديزاين بتاعتنا. معادله الديزاين بتاعتنا بتقول الزيت ايفن ده المفروض يساوي موجب او سالب جي كي داش تربيع، موجب او سالب جي كي داش اللي هي المعادله اللي عليها نجمه خضراء، المعادله الاولى. يبقى لو انت عايز تخلي الدايره تشتغل كامبيدنس انفرتر بانفرجن فاكتور كي، لازم الكلام ده اللي هو الزيت ايفن دي لازم تساوي موجب او سالب جي كي داش، يبقى دي المعادله الاولى. وتلاحظ المعادله الاولى جمعت مين؟ جمعت مين ببعضيه؟ جمعت الانفرجن فاكتور بالبارامترات بتاعت الدايره اللي هم الالكتريكال لينث بتاع ترانسميشن لاين والاكس بتاعت الرياكتنس. ده اللي احنا عايزينه، عايزين نختار الاكس بتاعت الرياكتنس والفاي بتاعت ترانسميشن لاين بحيث ناخد انفرجن فاكتور كي داش. هاجي بعد كده واعمل في الترانسميشن لاين بتاعي، هعمل اود مود اوف اكسايتيشن في الجزء بتاعي، هعمل اود مود اوف اكسايتيشن، فيبقى اللود بتاعي لو كان عباره عن جي 2 اكس هنحط عليه شورت سيركت، وادي ترانسميشن لاين الكتريكال لينس فاي كاركترستيك امبيدنس زيت نوت. كده احنا بنعمل اود مود اوف اكسايتيشن، فكده نقدر نحسب الانبوت امبيدنس قيمتها بتساوي كام اللي هي الزيت اود. طبعا عندي هنا عشان حطيت دي هيبقى الزيت لود قيمتها بتساوي زيرو. هرجع اعوض في القانون بتاع الامبيدنس اللي بيقول ان الزيت انبوت نورماليزد عباره عن زيت لود نورماليزد زائد جي تان فاي على 1 زائد جي زيت لود نورماليزد في التان فاي. هحط الزيت لود نورماليزد بتساوي زيرو، يبقى الزيت اود المره دي نورماليزد قيمتها بتساوي جي في التان فاي، قيمتها بتساوي جي في التان فاي. من المعادله بتاعت الزاين اللي هي كان عليها نجمه خضراء، الكلام ده لازم يساوي سالب او موجب جي في الكي داش، والجي تروح مع الجي يبقى تان فاي قيمتها بتساوي سالب او موجب كي داش، دي اللي هي التان فاي. يبقى دول معادلتين الديزاين، ادي معادله بتقول ان التان فاي لازم قيمتها تكون بتساوي كده، والمعادله الثانيه اللي هي عليها بالرواز الاخضر دي اللي هي جي 2 اكس داش زائد جي تان فاي اللي هي جي 2 اكس داش زائد تان فاي، خدنا الجي عامل مشترك على 1 ناقص 2 اكس داش تان فاي. طبعا الكلام ده بيساوي موجب او سالب جي في الكي داش، ممكن نشطب الجي مع الجي من الطرفين. فالمعادله الثانيه دي اللي هي ثاني معادله من معادلات الديزاين. يبقى دول معادلتين فيهم كم متغير؟ المعادلتين دول الاكس داش مجهوله، خلي بالك دول معادلتين في ثلاث مجاهيل يعتبر.
فين الثلاث مجاهيل؟ الاكس داش والفاي والكاركترستيك امبيدنس زيت نوت. بس زيت نوت مش ظاهره في المعادلتين عشان زيت نوت ده بارامتر النورماليزيشن. فانت حر في اختيار الزيت نوت، انت حر في اختيار الكاركترستيك امبيدنس بتاع الترانسميشن لاين. فشوف انت بتعمل نورماليزيشن بالنسبه للكاركترستيك امبيدنس كام، فتعتبر مجهول من المجاهيل الموجوده في المعادله. ففي المعادله دي انت عندك الاكس داش مجهول، عندك الفاي طول الترانسميشن لاين مجهول اللي هو الالكتريكال لينث، وعندك زيت نوت كاركترستيك امبيدنس مجهوله. دول معادلتين في ثلاث مجاهيل. ايه المطلوب؟ ان احنا بنعمل ديزاين بنختار واحد منهم وبنحسب الاثنين التانيين. ببساطه نختار مجهول منهم ونحسب الاثنين التانيين، حيث الكي داش معلومه، او الكي بمعنى ادق اللي هي اللي بنحسب منها كي داش، الكي على زيت نوت معلومه اللي بنحسب منها كي داش. طبعا انت عندك اختيارين، لو اخترت الكي داش، لو اخترتها، لو اخترت في المعادله اللي فوق النيجاتيف كي داش تنفع بيساوي نيجاتيف كي داش، يبقى لازم في المعادله اللي تحت هاخد البوزيتيف كي داش، عشان ده الاستنتاج بيقول كده. لو اخترت السالب كي داش من فوق في المعادله اللي فوق يبقى اختار الموجب كي داش في المعادله اللي تحت، لو اخترت الموجب كي داش في المعادله اللي فوق يبقى اختار السالب كي داش في المعادله اللي تحت. ده معنى كلمه سالب وموجب وموجب وسالب. فانت عندك اختيارين في الديزاين، يا تمشي كده يا تمشي كده. وبالتالي هتلاقي عندك في الحل بتاع السؤال ده في الورق بتاع الحل هتلاقي الحلين، هتلاقي الحل اللي احنا فرضنا فيه ان احنا ناخد التان فاي قيمتها بتساوي سالب كي داش، وتجد الحل اللي احنا هنفرض فيه ان احنا ناخد التان فاي قيمتها بتساوي الموجب كي داش. في كل حاله هنعوض في معادله بشكل مختلف، وكل واحده منهم هتطلع لك معادله ديزاين مختلفه. يعني الحاله مثلا بتاعت انك تاخد التان فاي بتساوي سالب الكي داش، هتطلع لك ان الاكس اللي هي الرياكتنس المفروض قيمتها بتساوي كي على 1 ناقص الكي على زيت نوت الكل تربيع. دي قيمه الاكس، دي قيمه الاكس اللي هتطلع لك. والتان فاي زي ما انت شايف كده قدامك بتساوي سالب كي داش، يعني سالب كي على زيت نوت. طيب فده لو خدنا التان فاي بيساوي سالب كي داش. طب لو خدنا التان فاي بيساوي موجب كي داش وطبقنا المعادله الثانيه، نقدر نستنتج ان الاكس تطلع قيمتها بتساوي الكي على تحت كي على زيت نوت الكل تربيع ناقص الواحد. طبعا الاختيار ده بيضمن لك في الحالتين ان الرياكتنس تطلع قيمتها بالموجب، في الحالتين الاختيار ده بيطمن لك ان الرياكتنس تطلع قيمتها بالموجب. فالاختيار اللي هو بتاع انك تاخد التان فاي قيمتها بتساوي كي داش، يعني قيمتها بتساوي موجب كي داش، الكلام ده بناخده لو كانت الكي داش اكبر من واحد، لو كانت الكي داش اكبر من واحد. يعني الانفيرجن بيحصل وفي نفس الوقت بيحصل معاه تكبير، يعني انت بتاخد الانفيرجن بتاع الامبيدنس متكبر، فلازم ساعتها تبقى الكي داش اكبر من واحد عشان تضمن ان الرياكتنس موجبه، عشان تعرف تعمل ديزاين للدايره، تعرف تعمل رياليزيشن للرياكتنس الموجبه. والاختيار الثاني ده بنختاره لو كانت الكي داش اقل من واحد عشان تطلع برضه الرياكتنس بتاعتنا بالموجب، فنقدر نعمل ديزاين للدايره. فاحنا كده يعني اتفرجنا على الامبيدنس انفرترز والامبيدنس انفرتر السيري بتاعته، وازاي اقدر اعمل له ديزاين، وازاي استفدت من الترانسميشن ماتريكس في عمليه الديزاين. الورق هيكون في الورق موجود بالفعل فيه الامبيدنس انفرتر والادمتنس انفرتر مشروح بالتفصيل، فانت هتقدر تذاكر الادمتنس انفرتر ما فيهوش اي اختلاف او اي حاجه صعبه، يعني نفس الافكار بالظبط، لكن هتلاقي الاثبات الرياضي بتاعه موجود بالتفصيل. انا كده خلصت ان شاء الله الجزء ده، ان شاء الله نلتقي في تسجيل جديد ان شاء الله.